الكثير من الورق المقوى وقليل من الخيال يمكنك صنع أي شيء. يا له من رامن لذيذ، إنه لذيذ جداً. مرحباً يا أوليفيا، تبدو هذا لذيذاً بالفعل. سيكون من المؤسف أن يعبث به شخص ما. لا أستطيع التوقف عن الأكل. لحظة واحدة، هذه ليست نودلز. لقد انطلع عليك المقلب. ماذا؟ هذا غير عادل على الإطلاق. أين نحن؟ شعرت أن هذا قد يكون ممتعاً. لنبدأ. يبدو هذا جيداً بالنسبة لي. انظري إلى ذلك، حصلنا على نودلز. هذا مخيب للآمال، كنت أتمنى شيئاً أفضل. ما الذي حصلت عليه؟ لا أعرف، لكنه يبدو مثيراً. حسناً، هل ستفتحين الصندوق؟ ها نحن ذا. مهلاً، ما هذا؟ أنا حائرة للغاية، إنها قطعة من الكرتون. هل هذه نكتة ما؟ أعجبني هذا الورق المستخدم للتغليف، يحتوي على مخلوقات يونيكورن، وهذا لطيف نوعاً ما. يعطيني هذا فكرة، شاهدي هذا. أولاً سأفتح وعاء النودلز، ثم سأضيف بضع قطرات من صبغة الطعام البرتقالية، وسأستخدم الأحمر هنا، ثم سأنهي باللون الأزرق. سأتأكد من إغلاق الوعاء بإحكام، ثم أبدأ في رجه. تأملوا كيف يتغير اللون، يجب أن يكون هذا القدر من الرج كافياً. واو، يبدو الشكل رائعاً. سأجرب كل الألوان، وكأنني أحمل قوس المطر على شوكتي. سأجرب المذاق الآن، إنه جيد حقاً. لحظة واحدة، واو، هل ترين هذا؟ هذا رائع. ماذا سأفعل؟ مهلاً، لقد وجدتها. حان وقت الإبداع الفني. سأرسم غلاية على الورق المقوى، والآن سأبرزها أكثر باستخدام القلم. أنا بحاجة لمتابعة الخطوط الخارجية فحسب، يجب أن يكون هذا سهلاً للغاية. وبعدها سأبدأ في التفريغ. لدي ماء ساخن، ولكن هذا ليس كافياً. أنا بحاجة إلى المزيد. أنا بحاجة إلى الرامن. انظري إلى هذا، لدي كوب ضخم من النودلز. هذا هو نوعي المفضل. من الأفضل أن أضيف الماء الساخن. يلا خيالك الواسع، أحتاج الآن إلى الانتظار. أعتقد أنها جاهزة، سأكلها الآن، لكني سأحتاج إلى شوكة. هيا لنفعلها. هل تشاهدين هذا؟ ها هي النودلز آتية. هذا رائع، وكلها لي. إنها ساخنة جدا، لقد حرقت فمي. يا للهول، هذا ليس جيداً. ماذا يجب أن أفعل؟ لا بأس، إنها ليست حقيقية. صحيح، كيف نسيت ذلك؟ يكفي أن النودلز خاصتي صالحة للأكل. أنت تشعرين بالغيرة فحسب. ماذا نرتدي؟ هل من المفترض أن نكون طهاة؟ انظري، إنها بيتزا. سيكون هذا جيداً. أنا سعيدة جداً، فأنا أحب البيتزا. هذا لا يبدو شهياً جداً. سأتحقق من علبة البيتزا خاصتي. بربكم، هذه ليست بيتزا؟ لا أعرف ما يجب أن أقول. ربما ليست بيتزا سيئة للغاية، يمكنني جعلها أفضل من ذلك. سأذيب الزبدة في المقلاة، ثم أضع البيتزا فيها. والآن أحتاج الجبنة المبشورة. سأرشها على البيتزا. أنا أحب البيتزا الخاصة بي مع الكثير من الجبن. والآن سأضع شريحة أخرى في الأعلى، ثم سأنتظرها حتى تنضج. حان الوقت لقلبها، لا أريدها أن تحترق. إنها عبقرية في الطهي. انظروا كيف يذوب ذلك الجبن. أعتقد أن هذا وقت طويل بما يكفي. يمكن إخراجها من المقلاة الآن. لا أستطيع الانتظار لأكلها. ضاعت البيتزا فيتضاعف الطعم. هل هناك ما هو أفضل من هذا؟ كيف هو طعمها؟ إنه رائع. لم أتذوق أي شيء يشبهه من قبل. كل ما لدي هو قطعة من الورق، لكن يمكنني إنجاح هذا الأمر. سأضعها على الطاولة، ثم سأحتاج إلى مسطرة. سأرسم شكلاً على الورقة، سيكون مشابهاً للمثلث تقريباً. يبدو هذا شبه صحيح. والآن سأفرغ هذا الشكل. حان وقت التدريب على مهاراتي في الأوريغامي. أريد صنع ألسنة، ثم سأربطها معاً لتكوين مثلث. سأقلب، والآن سأبدأ في الرسم عليه. سأصنع شريطاً رفيعاً في أعلى المثلث، وسأختار بعض البيبيروني والفطر. سأضيف الفلفل الأخضر أيضاً. لقد صنعت مثلثاً آخر، سيجعله هذا ثابتاً. سأضعه في علبة البيتزا. صارت بيتزاي جاهزة. هل أنت جادة؟ هل هذه بيتزا؟ سأتمسك بما لدي. لا يهم، إنها تعجبني. لا أستطيع الانتظار لتجربتها. لقد أضفت إليها كل ما أحبه. مهلاً، ماذا أفعل؟ أعتقد أنني أفرطت في طهيها. هذا هو أسوأ شعور. تعجبني ربطة الشعر الخاصة بك. آيس كريم، أحضره الآن. لم أكن أتوقع هذا. لقد حصلت على ألواح شوكولاتة. استمتعي بالكرتون الخاص بك. من المفترض أن نستمتع بوقتنا. سأبدأ بهذا اللوح. أنا مدمنة شوكولاتة، وعندي خطة كبيرة لهذا النوع. سأبدأ بسحقه. هذه هي فكرتك الكبيرة؟ ثقي بي، أنا أعرف ما أفعله. سأحتاج إلى مقص. سأقص الجزء العلوي من الغلاف، ثم سأضع اللوحة في هذه الجرة. لكن هناك المزيد. هذا هو اللوح الأخير. لدي جرة من الكريمة.
سأصبها داخل أغلفة الحلوى وسأملأ كل الغلاف. بقي واحد فقط. أوه، يعجبني شكل ذلك. ثم سأدخل عود الآيس كريم فيها. سأحاول وضعه في المركز، والآن أحتاج إلى تجميدها. ليس علي سوى الانتظار الآن. هل صارت جاهزة؟ أعتقد ذلك. هل أنت مستعدة للكشف الكبير؟ أوه، الطعم كما تخيلت تماماً. هذا كريمي حقاً. دعيني أحصل على أحدها. لقد غيرت رأيي، وطعمها جيد جداً. أنا في جنة المصاصات الآن. ما رأيك في لعقة واحدة؟ حسناً، سأصنع مصاصات الثلج الخاصة بي، وستكون الأفضل على الإطلاق. هيا بنا، سأبدأ برسم مثلث، ثم سأرسم مغرفة كبيرة، والآن سأفرغ الرسمين. لقد استمتعت بكل قضمة. ماذا تفعلين؟ ألم تري مخروط وافل من قبل؟ ها، هذا كرتون. هذا كلام أعداء النجاح. حسناً، ما هذا؟ يبدو لي كالآيس كريم. هل أنت مجنونة؟ ها، دعيني أستمتع به فحسب. سأبدأ بهذه النكهة، إنها وصفة عائلية قديمة. لكنني لن أتوقف هنا. سأضيف مغرفة أخرى. أعرف، لكنني لا أستطيع المقاومة. هل يجب أن أضيف واحدة أخرى؟ أو لم لا؟ أنا مدمنة على الآيس كريم. ماذا؟ كيف تفعلين هذا؟ أنا لا أضع القواعد. إنها أكثر قرمشة مما كنت أعتقد، ولكن هذا جيد. سأجرب هذه النكهة الآن. هو، أنت تفوتين الكثير. أنت تأكلين الكمية كلها. بالطبع. هو، كان ذلك لذيذاً. ربما سأجرب القليل. ما أسوأ ما يمكن أن يحدث. مهلاً. إنها جميلة جداً. ما هذا؟ هل تريدين الطيران؟ سأرى ما يمكنني فعله. هذا رائع جداً، أليس كذلك؟ استمتعي بأجنحتك يا فتاة. رائع، إنها جميلة جداً. رحلة سعيدة يا باربي. أليست جميلة؟ أترين دميتي؟ أوه، يبدو أنهما يتصادمان. أو لا، إنهما عائدتين. أو لا، كل هذا بسببك. مستحيل. أنت مزعجة للغاية. مهلاً. أو أين نحن؟ الدميتان هنا وهما في حالة فوضى عارمة. هل هذه علكة؟ هل تخصك؟ لا، دميتي رائحتها كريهة. أحتاج إلى المساعدة. ما هذه الرائحة؟ لحظة واحدة. أوه، حسناً، تفضل بالجلوس. حسناً، حسناً أيضاً. ستختفي هذه الرائحة الكريهة في لحظات. أحتاج إلى قفازات. أفضل بكثير، ليبدأ حمام بريق. شعور مريح، لكننا نحتاج إلى بعض الفقاعات. استمتعي بحمامك يا عزيزتي. يجب أن نفلك جيداً. أشعر بالبقع تزول. ولن أنسى ما بين الأصابع. والآن مع تلك الفصلات الذهبية. جميل. والآن نغسل. رائع، كأنها جديدة. تبدو رائعة. مذهل. تساعدني خدمتك دوماً. كنت أنسى. لا أظن ذلك. تريدين الاحتفاظ به؟ لا بأس. مرحباً بك في صالوني. بما أن لونك المفضل هو الوردي، سنجعل شعرك وردياً أيضاً. رائع، لقد بدأت العملية بالفعل. هل تشعرين بالاختلاف؟ سننتظر الآن حتى يجف. كيف أزيل العلكة من الشعر؟ إنها عالقة بشدة. ربما يمكنني تمشيطه فحسب. هل أحرز أي تقدم؟ أو لا، لم يتبقى سوى حل واحد. تحويلك إلى باربي صلعاء. ليس لدي خيار آخر. أنا آسفة جدا. إنها تحتاج إلى شعر. لحظة واحدة. لدي الكثير من الشعر الزائد. سأحتاج إلى جمعه فحسب لنصنع لك شعرا مستعارا. سيعمل هذا البالون بشكل مثالي. نريد أن يكون مريحا ومحكما. ثم يأتي دور الغراء. الكثير من الغراء. والآن إلى الجزء الأهم. رائع، أحب هذا اللون عليك. إنه رائع للغاية، بل أفضل من ذي قبل. لكن هذه الملابس غير مناسبة. أو لا، هذه البقعة سيئة جدا. ولكن يمكننا تدبر الأمر.
هذا جميل. انظري إلى تلك الخصلات الجديدة، إنك تنظرين إلى جمال مطلق. مذهل، إنه لامع. نعم، ولكن هل هو وردي؟ ها هو. ها؟ ما هذا؟ هل تمطر؟ آسفة، أحب أكل الشوكولاتة. أغلفة، ها؟ هذا واعي جداً. هل تريدين اللعب بالقمامة؟ كما تشائين. رائع، جورب قديم. إيوه، سأستخدمه لغرض آخر. أحب أفكار إعادة التدوير الجيدة، يجب أن أكون مبدعة. سأحتاج هذا الجزء العلوي فقط. هل تتذكرون هذا الغلاف؟ لدي حيلة ستجعله متعلقاً. مرحباً بالتزيين. سيرتقي الفستان لمستويات أعلى، أليس كذلك؟ هيا إلى الداخل. مرحباً أيتها الجميلة، انظري إلى تلك الألوان. هذا ما أفعل، أريد زياً جذاباً أيضاً. يمكنك استخدام ما لديك بالفعل، أتعرفين؟ إنها مجرد فكرة. أو ماذا عن هذا؟ تقصدين مشبك الشعر؟ ليست فكرة سيئة. ليبدأ الإبداع. هل يمكنكم تخمين ماذا سأصنع؟ سيكون جميلاً بالطبع. إننا نتحدث عن زي باربي. تادا! يا له من رداء طريف ويناسبها تماماً، أليس كذلك؟ كنت أنسى. حذاؤك يا أنستي، إنه لطيف جداً. لحظة واحدة، لدي حذاء أيضاً. رائع، انظروا كم هو لطيف. إنهما ترتديان ملابس بالغة الرقة، ورداء دميتي فريد من نوعه أيضاً. هذا مؤكد، كلما زادت الرقة زاد المرح. ستكون هذه أكبر حفرة على الإطلاق. أرأيت ذلك؟ يوجد شيء صلب، هذا غريب. لا تقلقي، سأحل هذا اللغز. اكشف عن نفسك. أترين؟ إنها باربي. باربي مليئة بالرمال، لا أصدق ذلك. أريد أن أكتشف شيئا أيضا، لابد من وجود شيء هنا. أوه، أعتقد أنني محظوظة فحسب. لا، أنا واثقة من وجود شيء هنا. أشعر بالغضب. مهلاً، انظري، أرى وجه. إنها دمية وهي جميلة للغاية. مذهل، دميتي أفضل. هذا غير صحيح، قد حصلت عليها أولاً. مستحيل. مذهل، انظري لهذا المكان. لدي خطط كبيرة. أترين؟ بيت أحلامي باربي. حقاً، يمكنني الحصول على شيء مشابه. هل اتصلت يا آنستي؟ أريد ما لدى باتي. سمعاً وطاعة. ورق مقوى، ماذا أفعل بهذا؟ أريد الأفضل. ربما يناسب هذا ذوقك. حسناً. مرحباً بك في البيت. إنه رائع، حتى الجدران وردية اللون. يوجد أيضاً أثاث وأعمال فنية. مذهل، أشكرك. هل أعجبك منزلك الجديد؟ حسناً. أوه، الشرك غير نظيف، هذا غير مقبول. أريد المساعدة. أعتقد أنك تحتاجين إلى هذا. ستكونين نظيفة ولامعة على الفور بفضل حوض الاستحمام الجديد بالطبع. أحب الاستحمام بالمنتجات الفاخرة والماء الدافئ أيضاً. أليس هذا ممتعاً؟ ستختفي كل البقع. سنفرك من الرأس إلى أخمص القدمين. كانت كمية كبيرة حقاً. انظروا. موديل، انظروا لذلك الحمام. قد تحتاجين إلى شيء مثله. سأصنع لك واحداً. وجدته. لدي فكرة رائعة. إنه فارغ. هل يمكنني الحصول على هذا؟ تريدين تلك المياه؟ أعتقد ذلك.
رائع، أشكرك إننا نحرز بعض التقدم الآن. إلى الداخل. أوه، هذا مقزز. هل تغسلين شعرها بتلك المياه؟ مهلاً، الماء يظل ماء. لقد أزلت البقعة تماماً. كل شيء نظيف، أليست جميلة؟ أعز صديقتي في غاية النظافة والرقة أيضاً. هيا أسرع أسرع، سأفوز في هذه الجولة بكل تأكيد. ماذا؟ هل تريدين القيادة أيضاً؟ سأتولى الأمر. نعم، واحدة. رائع، شكراً لك. هذا مذهل. إنها أفضل مما تخيلت. انظروا إليها، إنه مثالي لك. أترين؟ رائع، لكنها قد تحتاج إلى بعض التزيين. أفكر في الكثير من البريق اللامع. هل يوجد ما هو أجمل منه؟ انظروا، إنها النجوم، لكن يتعلق كل شيء بالتألق والبريق. والذهب، أليس كذلك؟ وهكذا نستعرض ثراءنا أمام الجميع. والآن مع اللمسات النهائية والماء المثلج في النهاية، سوف يظهر كل الألوان. هيا يا فتاة، لنأخذ هذا الرمل. ممتع يا أمي. سأتناوله بالملعقة. يمي. كلا، لا تفعلي هذا. ضع الملعقة جانباً. ليس طعماً يا عزيزتي، لكن خطرت لي فكرة. كان علي التفكير بهذا من قبل. سأضع قطع البسكويت في الخلاط ثم أقوم بتشغيله. يجب أن أحول البسكويت إلى مسحوق. سيفي هذا بالغرض. ثم سأضع المسحوق في هذه الصينية. عزيزتي، انظري ماذا لدي. المزيد من الرمل. ويمكنك تذوق هذا الرمل. شكرا أمي. ما رأيك؟ هذه الرسمة جميلة. هي كذلك فعلا. انظري يا أمي، هناك أزهار وشمس وسماء. إنها موهوبة جدا. بيكاسو الصغير. أنا محظوظة لأنها في حياتي. ماذا حدث؟ الغرفة؟ ما كل هذه الفوضى؟ شهي، أحب الرسم. عزيزتي، تحدثنا عن هذا من قبل. أعطيني قلم التلوين. يجب أن نتحدث. هذا مضر بأسنانك أو بمعدتك. انظري لنفسك. أنا لوحة. أنا بحاجة إلى إجازة. أو يمكنني تجربة شيء آخر. سأحضر وعاء من حبيبات الشوكولاتة ثم أذيبها. سأملأ الحقنة بالشوكولاتة المذابة. أظن هذا كافٍ. سأحقن الشوكولاتة في مصاصة الشرب. وعندما أنتهي سأضع المصاصة في الثلاجة. وأنتظر إلى أن تتجمد ثم أنزع المصاصة. والآن حان وقت الابتكار. سأستخدم المبراة لصنع رأس مدبب من إحدى نهايتي. ثم أغطي قلم الشوكولاتة بغلاف الأقلام الشمعية. أصبح لدينا قلم تلوين آمن وصالح للأكل. كرر هذا باستخدام ألوان مختلفة. مرحبا يا عزيزتي، أحضرت لك أمك أقلام تلوين جديدة. واو، رائحتها كالشوكولاتة. إنها شوكولاتة. هذا أفضل. سأنظف المكان الآن مرة أخرى. حان الوقت لشرب كوب من الحليب. نحصل على الحليب من الأبقار يا أمي. أعرف يا حلوتي. أمي انظري، لقد انتهيت. أوه، اسمها ديزي، إنها أعز صديقة لي. مذهلة، يجب أن نعلقها في مكان ما. لا تنسي شرب كوب الحليب. حليب؟ لا أريد أن أشربه. هذا ما يحدث دائماً. خطرت لي فكرة من هذه الأقلام. ربما ينجح هذا. سأستخدم هذا القفاز المطاطي وأثقب الأصابع. ثم سأستخدم قلماً أسود للرسم عليه. هكذا، أصبح يشبه البقرة. والآن سأثقب الحليب في القفاز. أملأه بالكامل. أظن هذا يكفي. تفضلي. هذا لي. سأحلب البقرة. انظري إلى الحليب يا أمي. لقد ملأت الكوب. أشعر بالعطش بعد هذا التعب. شهي. لا أصدق أن حيلتي نجحت.
انقر اعجاب واشترك لمزيد من الفيديوهات الرائعة. بالربطة تشاركي يا طفلتي الصغيرة، هذا أفضل. وربطتي مستقيمة، عمل جيد. عيد ميلاد سعيد، أحضرنا لك الهدايا. أشعر بحماس كبير مرحة. ولدي وجبات خفيفة، انظر تفضلنا يا فتيات. هاو أعطني منها. شكرا أبي. حسنا يا فتيات، والآن حاولنا تجنب الفوضى. شكرا على دعوتك لي، هذه شوكولاتة شهية. سيكون هذا فظيعا، لابد من وجود شيء يمكنني فعله. أرغب بقضاء وقت ممتع أحيانا، لا أحد يهتم بمشاعر الأب. لا يعجبني هذا. هل تريدون لعب لعبة ممتعة؟ أجل. حسنا، أنا أعتقد أننا مستعدات. سجلت هدفا، هذا رائع. أوه، فعلتها. خطة أخرى رائعة من خطة الأب، أنا مدهش حقا. شعور مزعج، أنا أكره المرض، لكن دبابة الجالي تسليني على الأقل. كيف أنت يا صغيرتي؟ لست بحال جيدة. حسنا، عليك شرب الدواء الآن، ستشعرين بعدها بالتحسن. افتحي فمك واسعا. كلا لا أريد، إنه مقرف. حسنا، سنجرب هذه الحبوب، إنها سهلة البلع. خذي هذا. لا، لن أتناولها. حسنا، لقد سئمت. مهلا اللحظة، أنا أحب دبابة الجالية. أعتقد أني وجدت الطريقة التي ستجعلها تتناول الدواء. سأصنع شقاً صغيراً في دب الجلي، ثم أدخل به حبة الدواء وأدفعها جيداً كي تختفي، ثم سأعيد الدب إلى الوعاء. أحضرت لك المزيد من التسالي. شكراً أمي، إنها أفضل من الدواء، لذيذة جداً. تناوليها كلها يا عزيزتي. اضغط زر الإعجاب بالفيديو واشترك لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الرائعة. هكذا أصبحت زينة البالونات جاهزة. حسناً، سأتحقق من الثلاجة. أعلم أن لدي وجبة خاصة وضعتها جانباً. ها هي، لحسن الحظ وضعت عليها ملصقاً. سأضع الشمعة الآن. أهم، عيد ميلاد سعيد يا آني. ها؟ ما هذا؟ ماذا يحدث؟ حفل مفاجئ لي؟ بالطبع، عيد ميلاد سعيد، تمني أمنية. هاي، أنا متحمسة لتناول كرنب عيد ميلادي. سأنزع ورقة هكذا. لذيذة وطازجة. سأتناول طبقة أخرى الآن. عيد ميلاد سعيد يا عزيزتي. لي أنا؟ حسناً، يمكنني تناول القليل. واو، انظري ماذا يوجد داخل رأس الكرنب. قطعة حلوى كاملة. هذا أفضل عيد ميلاد لي على الإطلاق. وهي بنكهة البرتقال أيضاً، إنها المفضلة لديك. صحيح، لكن من الأفضل مشاركتك إياها. انتهيت من تزيين الكعكة. دعني أرى، لا أدري هل ستعجبها؟ عيد ميلاد سعيد يا إيما، تفضلي كعكتك. ماذا؟ أكره هذه الكعكة، ليس هذا ما أريده. أوه لا، هل يمكنك جعلها أجمل؟ حسناً، سأرى ما يمكنني فعله. ربما يمكنني وضع هذه الديكورات هكذا. انتهيت، كعكة فاخرة. إنها مختلفة حقاً، هل ستعجبها يا ترى؟ أوه، كاب كيك على كعكتي، أحبه كثيراً. أوه، سني. أمي، لما فعلت بي هذا؟ يا إلهي، لا 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 لا، حتماً هناك شيء آخر يمكننا فعله. هو صحيح، إنها تحب الفاكهة الطازجة. أها، لابد أن هناك شيء يمكنك فعله بالمنتجات الموجودة في هذا الوعاء. أجل طبعاً، أنا طاهي محترف مختص بالمخبوزات، وأستخدم الفاكهة كثيراً. في الواقع، تساعدني قطعة البسكويت هذا في عمل عدة تصاميم. سأستخدمها لتقطيع الفاكهة إلى شرائح. من سيرغب في تناول فاكهة مملة المظهر إن كان بالإمكان تناول الأزهار والنجوم بدلاً منها؟ قطعتها جميعاً، وسأستخدمها الآن لتزيين الكعكة. وها قد أصبحت الكعكة جاهزة. مرحى، ما رأيك؟ برافو، إنها تحفة فنية حقيقية. عيد ميلاد سعيد عزيزتي إيما، وهذه الكعكة لك. أوه واو، أحب الكعك وأحب الفاكهة الطازجة. لذيذة جداً. حسناً، الأفضل دائماً لعيد ميلاد ابنتي الرائعة. عيد ميلاد سعيد. انقر أعجاب واشترك لمزيد من الفيديوهات الرائعة. أشعر بالملل جداً. هذا مهم جداً أيها الطلبة.
الصينية؟ ماذا أجل؟ بالتأكيد يحدث هذا كل يوم. ماذا يجري؟ صحيح، لعلمك ليس هذا سيئاً جداً. أعتقد أن الوضعية الجيدة أمر مهم، لست الوحيدة على الأقل. هذا مهين نوعاً ما. إنني أحاول التركيز. هذا ظالم جداً. أمي؟ ما الأمر؟ انظري إلى هذا، هل يمكنني شراؤها أرجوك؟ أجل بالطبع. لا أصدق هذا. هذه لأجلك. شكرا يا أمي. ما هذا؟ كرة ثلجية؟ ماذا أفعل بها؟ ماذا؟ ألا تعجبك؟ لقد أردت هذا. لقد تفعل أمي هذا بي؟ لن أستسلم، إنها تحتاج لإقناعها أكثر. يعتمد الأمر على الإلحاح. أحتاج إلى تناول المزيد من الألياف. أنت تحتاجين إلى هذا وأنا أحتاج إلى هذا. هل تمازحينني؟ حسناً، سأفعل أي شيء لأعيش حياتي بهدوء. واو، متجر الألعاب هذا رائع. من الأفضل أن أتصرف باحترافية. إننا نبحث عن هذا، لا تتوقف ابنتي عن الحديث عنها. أخبريني بأنها لديك أرجوك. بالطبع، إنها هناك. حقاً؟ يوجد تخفيض عليها. هذا يوم حظي. مهلاً، لا يمكن أن يحدث هذا. ما الخطب؟ كلا، اللعبة. يبدو أنها نفذت. الأسرع يفوز. حظا موفقا في المرات القادمة. كلا، أنت لا تفهمين الأمر، أحتاج إليها. علي التفكير في شيء ما. ربما يمكنني استخدام ذلك الورق المقوى. سألصق قطعا من الورق المقوى معا هكذا. أريد أن أصنع صندوقا. ستتدحرج الحلوى من هذا الثقب. سأضيف الآن عصيانة خشبية على الجانب. سأقطع وأكدس طبقات من الورق المقوى معا. سأمرر عصا خشبية عبرها من الأعلى، ثم سأضع رباطا مطاطيا على جانبي العصا، ثم يمكنني وضعها في الصندوق. سأضع هذه القطعة على الجانب ذي الثقب. سأسحب الرباط المطاطي وسأثبته على العصا الرأسية. سأفعل الشيء نفسه الآن على الجانب الآخر. ثم يأتي وقت الحلوى. حين أدفع الورق المقوى تسقط الحلوى من الثقب، ثم أحتاج إلى العمل على الجزء العلوي. ينبغي أن يكون مائلاً، ثم يمكنني وضع اللوح الأمامي. سأضع هذا المكعب الزجاجي على الصندوق، ثم سأضيف غطاءً سأملأه بالحلوى. هذه هي حلوى صاني المفضلة. ثم سأضيف وجهاً إليها. أريد أن أجعلها لطيفة. إنها تعمل. ما رأيك يا صاني؟ إنها ماكينة علكة. اضغطي على الأنف وشاهدي ما سيحدث. أحب هذا. أريد المزيد. اتركي بعض الحلوى لي. لا يمكنني أن أعدك بشيء. أمي، ماذا الآن؟ انظري إلى هذا، أنا أريدها. لكن لما أزعج نفسي؟ أنت متأخرة في استعداد. مالان، ربما أحمل بعض المال. هل تقبلين الدفع بالخيوط؟ آسفة، إنها كل ما لدي. كلا، طفح الكيل، سترحلين من هنا. كيف تدفعين بالخيوط؟ هذا مهين جداً. أعتقد أن عليك البحث عن مكان جديد للسكن. لن يكون من الصعب بيع هذا. أنا أحب عملي، فأنا شخصية اجتماعية لعلمكم. لا أتذكر هذه الديكورات. ماذا حدث هنا؟ المنزل للبيع؟ كيف ذلك؟ لقد طردنا؟ ماذا يحدث؟ لن يحدث هذا. لدينا الكثير من الخردة. حسناً، ما التالي؟ أمي، ما هذا؟ لقد رأيت هذا، أليس كذلك؟ هل علينا الانتقال من منزلنا؟ هذا أسوأ شيء. مهلا اللحظة، أعتقد أنني أعرف ما علي فعله. نحتاج إلى هذه الصناديق وحسب. سأضع هذا هنا. سأحتاج إلى مسدس الغراء خاصتي أيضاً. سأغطي أعلى الصندوق بالغراء، ثم سألصق صندوقاً آخر به، ثم يمكنني وضعه على جانبه. سأكدس المزيد من الصناديق بالأعلى. أحتاج إلى أنبوب الورق المقوى هذا. سأضع الغراء على جانب الصندوق. ينبغي أن يفي هذا بالغرض. سألصق الأنبوب بالصناديق. ينقصني شيء. أعلم ما هو. ستكون هذه القطعة هي السقف. إنها بالمقاس المثالي. ثم علي تزيينه. ستصنع التفاصيل الصغيرة فارقاً. سأمنح الآن السقف شكل بلاطات. صنعت هذه الليمونة من الورق المقوى، ثم سأضيف كرات البومبوم الصغيرة هذا. أريد أن يبدو ممتعاً، وأريده أن يكون زاهياً. هذه هي اللمسة النهائية. إن
معها كشك وعصير الليمون الخاص بي. أو كنت أنسى، أحتاج إلى الليمون. أعتقد أن لدي كل ما أحتاج إليه. أنا سعيدة جدا بهذا. حان الوقت لقطع الشريط. أعتقد أنني جاهزة للعمل. أحتاج إلى عملاء فحسب. الجو حار جدا. مرحبا، هل يمكنني الحصول على كوب؟ هذا ما أحتاج إليه. يسعدني جدا أننا نتسكع معا. واو، أنا أحب عصير الليمون. هيا، نريد اثنين رجاء. هيا خذي ما علي. ارحلا من هنا. أعطيني إياه، أعطيني إياه. واو، أنا ثرية. أمي انظري إلى هذا، أنا رائدة أعمال. ليست سرقة المصاريف نموذجا جيدا للعمل. هيا سأريك. لقد افتتحت كشكا لبيع عصير الليمون. واو، أنا فخورة بك جدا، أنت مذهلة. مالا، لديك بعض العملاء. يوجد الكثير من العصير للجميع. سيكون هذا يوما مزدحما. من التالي؟ حسنا أيها الطلاب، من يعتقد أن بإمكانه إجابة هذه الأسئلة؟ أنا. ماذا عنك؟ ساني. أجل، كنت آمل أن تقولي هذا. أوه، هذا مرتفع جدا. تفضلي الطباشير، هيا ابدأي. لن أخيب أملك. يسرني سماع ذلك. يجري هذا جيدا. هذا جيد. لقد انتهيت. ما هذا؟ أيتها المعلمة؟ هل هذه مزحة؟ أعني، لابد أنها مزحة. لا يوجد تفسير آخر. إذن كيف كان أدائي؟ دعيني ألقي نظرة. أعني، هذا مثير للاهتمام. لست متأكدة بشأن هذا. اعتقدت أن الإجابة 4. وماذا عن هذا؟ ماذا عنه؟ إنه الرقم 5. أجل، لست متأكدة بشأن هذا. كيف يمكنني إصلاح هذا؟ سأتولى الأمر. أولاً، أحتاج إلى قطعة طويلة من الورق المقوى، ثم سأرسم عليها الأرقام هكذا تماماً، ثم سأفرغها. سأزينها بهذا الخرز، إنه يجعلها ملونة وزاهية. هذا ما أحتاج إليه تماماً. إنه كدليل لكتابة الأرقام. واو، هذا جميل جداً. يلا من فكرة رائعة. تفضلي، جربيه. سأضعه على السبورة، ثم سأستخدم الدليل لكتابة الأرقام. هذا أسهل كثيراً. أتمنى لو كان معي من قبل. كنت أعلم أن هذا سيفي بالغرابة. لقد انتهيت. عمل ممتاز يا صاني، يستحق هذا علامة امتياز. أنا فخورة بك جداً. واو، حقاً؟ هذه حلوة كثيرة. أعتقد أن لدي كل ما أحتاج إليه. أوبس، سألتقط هذه لاحقاً. سأضعها هنا. سيكون هذا مكاناً جيداً. لن ينجح هذا. علي العثور على مكان جديد. دعوني أفكر. لابد من وجود مكان يمكنني وضعها فيه. لا أرى مكاناً مناسباً. ماذا سأفعل؟ أو حسناً، أعتقد أنني سأضعها على السرير. يمكنك حراستها يا دبي. ماذا أكل أولاً؟ الرقائق خيار جيد. إنني أتطلع لهذا. أنا فوضوية جداً. لن يلاحظ أحد. هذه ليست بمشكلة. مالانا، ما كان ذلك؟ جن، ماذا يجري بالأسفل؟ انظروا إلى هذه الفوضى. هذا لذيذ جداً. علي وضع هذه هنا. يبدو هذا مكاناً جيداً. كلا، ليس مكاناً جيداً. انتبهي، لقد أمسكت بها. كان ذلك وشيكاً. ماذا؟ أو كلا، لن تفعلي. توقفي عن إحداث الفوضى، فأنا أعيش هنا أيضاً. أهلاً، يوحي لي هذا بفكرة. سأقطع دائرة من الورق المقوى، ثم سألفها بورق الألومنيوم. أحب هذا اللون. وسأبرم الطرفين الآن، وسألف شريطة حولهما. إنها تشبه قطعة حلوى عملاقة. إنها تشعرني بالجوع، لكني لم أنتهي بعد. أحتاج إلى أصيص النبات هذا. شكراً، هذا مثالي. سأضع الحلوى العملاقة على. لدينا طاولة الآن. أو مرحباً، إنها جميلة. أنا أمزح فحسب، فهذه أنا. زين، انظري إلى هذا. ماذا؟ ما هذا؟ ستحمل كل وجباتك الخفيفة. واو، هذا مذهل. هيا لنأكل. على الغداء اتفقنا. أراك قريبا إلى اللقاء. أين حقيبتي؟ سأثبت لافتة هنا. أنا جاهزة لاستقبال الزبائن. لدي عميلة. مرحبا يا أمي.
ماذا؟ أو مرحبا يا كلوي. أهلا بك في متجري، هل رأيت شيئا عجبك؟ ليس لدي وقت لهذا. تريدين $34 مقابل تلك اللعبة؟ لا لا بأس، لدي الكثير من السلع الأخرى. ماذا لديك هذه المرة؟ طائر فلامينغو، إنه لطيف. هذا مغري ولكن لا شكرا عزيزتي، أحاول العثور على حقيبتي. لدي الحقيبة المناسبة، لقد وصلتني اليوم. هذه حقيبة يدي، مرريها لي. ليس بالمجان، ليس لدي أي نقود. لن تحصلي علي في هذه الحالة، أريد مالا. ولكن حسنا سأجاريك، انتظري عندك. أحتاج شيئا من الحقيبة فحسب. أوه كم هي لامية، لكن لا يا أمي، لا أقبل سوى النقد. أنا في عجلة من أمري يا كلوي، ماذا يمكنني أن أفعل؟ مهلا، خاطرت لي فكرة. نعم أظن أنها ستنجح. سأحتاج لهذين القفازين وهذا الصندوق، وسأعود على الفور. سأبدأ بقص الصندوق إلى عدة أقسام، وسأحتاج إلى مسدس الغراء أيضاً. سأضع خطاً رفيعاً من الغراء بطول هذه القطعة، هذه كمية كافية. وبعدها سأثبت القطعة فوق المستطيل الكبير، سأضغط عليها لأسفل لأتأكد من التصاقها، ثم أكرر العملية نفسها مع بقية القطع، وستحتوي القطعة الطرفية على فتحات صغيرة داخلها. بعدها سأحتاج إلى شريط ورقي، سألفه حول نفسه، أريده أن يكون ثابتاً ومحكماً. سأترك جزءا صغيرا دون لفه حتى أمرره داخل واحدة من الفتحتين. يبدو هذا جيدا. سأضع الغراء بطول حافة قطعة الورق المقوى المربعة. يساعدني أنني أرتدي هذين القفازين. سأثبت هذه القطعة على الصندوق وهي أصغر منه قليلا، لكن هذا الحجم هو جزء من الخطة. حان وقت القطعة الأخيرة. سأضع الغراء على ثلاثة من جوانبها فحسب، وسأثبتها بزاوية مائلة. أنا راضية عن هذه النتيجة. حان وقت تزيين الآن. سأضع الغراء على كل الحواف، ثم أغطي الصندوق بورق أسود اللون. لا أريد أي تجاعيد. وسأترك جزءا إضافيا صغيرا لتغطية القطعة الخلفية، وبعدها سأضيف الورق المقوى الأبيض، وبهذا سأحصل على شاشة العرض ولوحة الأزرار. سأترك مسافات متساوية بين الأرقام، وأحتاج الآن إلى بطاقة ائتمان. فيو، لقد تم قبولها، وستخرج الفاتورة من الأعلى. أتمنى أن تعجب كلوي، لنكتشف ذلك. أحم، هل تقبلين البطاقات الآن؟ واو كم هذا رائع. يحتاج كل متجر إلى آلة لدفع بالبطاقات. لقد بدأت تجارتي تتوسع. أيمكنني شراء الحقيبة الآن؟ ماذا؟ أو بالطبع، كنت أمل أن تقولي ذلك. سأضع البطاقة هنا، ثم أضغط لإتمام الشراء. سررت بالتعامل معك، تفضلي. أخيرا يمكنني الخروج الآن. ما هذا؟ كيف سقطت تلك البطاقة؟ أو هل هذه مسحة؟ كيف؟ ماذا سأفعل الآن؟ إنه العرض وطلب يا أمي، أنصحك بتجهيز بطاقة ائتمانك. بروم بروم، يا لصرير الإطارات. بيب بيب، لقد كان الاصطدام وشيكا. ابتعد عن طريقي، لا يمكن لشيء إيقافي. لا 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 لا، أنظف الغرفة بالمكنسة. أشعر بحيوية كبيرة. هل هناك ما هو أجمل من ذلك؟ لحظة واحدة، لندعس البنزين. بروم ووهو، أسرع أسرع. كيف أصبح المنزل في هذه الحالة من الفوضى؟ ماذا؟ لقد توقفت المكنسة عن الشفط. ما مشكلتها؟ لا أفهم السبب، إنها لا تعمل. كم هذا غريب، ما الذي حدث؟ أوه كان يجب أن أتوقع هذا. مرحبا يا أمي، لننطلق. حقا يا كلوي، هذه مكانها في النفايات. أوه دائما ما تفسدين متعتي. لكن بعد التفكير مليا، هذا ليس عدلا. مهلا، لماذا تنظرين إلي بهذه الطريقة؟ لدي فكرة. سأقص علبة البيتزا إلى عدة أجزاء، وبعدها سأحضر مسدس غرائي. سأبدأ بهذه القطعة، وسأضع الغراء بطول حافتها. هذا يكفي، ويمكنني الآن لصقها بهذا المستطيل الكبير. سأكرر العملية على الجانب الآخر، وقد أحضرت شريطا طويلا من الورق المقوى، وهذا سيتيح لي ضي الورق المقوى وتشكيله. سأستخدم الغراء لتثبيته في مكانه. يمكنني وضع هذه جانبا الآن، وقد صنعت فتحة في غطاء المشروبات الغازية. سأمرر شفاطين عبره، أريد أن تكون القياسات مضبوطة، ولا أريد أي فراغات، ولهذا سأستخدم مسدس الغراء لتثبيتها. سأمر بغراء حول الجزء الخارجي من الغطاء. لقد صنعت فتحة صغيرة في الجزء العلوي من الورق المقوى، ويمكنني تمرير شفاطين عبرها ليخرج من هذه الفتحة. وبعدها سأحتاج المزيد من أغطية المشروبات الغازية. سأمرر عودا خشبيا داخل الشفاط، ويجب أن يكون الشفاط أقصر من العود الخشبي قليلا. وسأضع غطاء مشروبات غازية على كل طرف، ثم أستخدم الغراء لتثبيت كل شيء في مكانه. لنجربها. واو شاهدوها تنطلق. سأثبت العجلات أسفل الورق المقوى، وسأضيف بعض اللمسات النهائية كالأضواء والنوافذ. وبعدها سأضع هذا البالون فوق غطاء المشروبات الغازية. سأنفخ البالون، وقد حان وقت تجربة القيادة. انتبهي. ماذا؟ ما
هذا. واو، إنها رائعة. كنت واثقة أنها ستعجبك. أشكرك يا أمي على الرحب والسعادة عزيزتي. كم أنا متحمسة لتجربتها. أعتقد أنها جاهزة. شغلي محركاتك. يا لها وعلا، قد أحببتها. كم هي سريعة. أولا أولا، ستصطدم. ويحي، عذرا يا أمي. آمل أن يكون لديك تأمين. كان يجب أن أفكر في ذلك من قبل. لنفعلها. كم هذا حماسي. استمري يا أمي. قد تكون الأبوة والأمومة من المهام الصعبة، ونحن ندرك ذلك، لكننا هنا للمساعدة، ولهذا ابتكرنا بعض الحيل الرائعة لتسهيل حياتكم. لا داعي لشكرنا، فهذا هو واجبنا. أحب هذه الدرجة من أحمر الخدود. أوه، هناك من يتصل بي. من الأفضل أن أجيب. مرحباً أو أهلاً. حقاً؟ لا أصدق ذلك. بابا بابا، أو أمي تتحدث في الهاتف. أريد فعل ذلك. ها؟ لا أصدق ذلك. كان عليك أن تأتي. حسناً، لنتحدث لاحقاً. أو إلى اللقاء. كم أنا بالغة، لكنني أحتاج إلى هاتف حقيقي. لا يجب أن أفعل ذلك، لكنني أعجز عن المقاومة. إنها الجريمة الكاملة. أوه، ها هي فتاتي الجميلة. لقد أمسكتني. تراجعي تراجعي. لن أستسلم. بهدوء. أوه، تحتاجين إلى القليل من البودرة يا آني. ستشعرين بدغدغة. هذا لطيف يا أمي. حسناً، سأفعل هذه المرة. أوه، هل تريدين عناقي؟ كم هذا لطيف، أحتاج للعناق. نعم، هذا ما كنت أفعله بالضبط. أصبح الأمر سخيفاً. يجب أن تتجهز أمك للخروج. لن أصل إلى ذلك الهاتف مطلقاً. أبدو جيدة، سأحضر قفازي الآن. إنه الإله المثالي. يجب أن أتحرك بسرعة. يجب أن نتناول الغداء معاً بالتأكيد. ها هو قفازي. ما نعمة. أنا موافقة. ويحي. آني، لا، سأنقذك يا هاتفي. واو، كيف فعلت ذلك؟ لقد خاب أملي فيك يا آني. آسفة يا أمي. لا يمكنك اللعب بهاتفي. مهلا، قد لا تكونين مضطرة لذلك. فقد خطرت لي فكرة رائعة. هذا الصندوق هو كل ما أحتاجه. حان وقت العمل. سأبدأ بمربع صغير من الورق المقوى وسأرسم عليه رسما سريعا. هذه هي الحدود الخارجية للهاتف. أشعر أنني فنانة كبيرة. والآن سأضيف بعض التفاصيل. ها هي الأزرار. الأمور على ما يرام حتى الآن. وبعدها سأرسم الشاشة ثم أكرر عملية نفسها هنا. هذا هو الجانب الآخر للهاتف. أنا سعيدة لأنني أتمتع بيدين ثابتتين. أحتاج الآن لتفريغ أجزاء الهاتف. كان هذا سهلاً. سأقلب هاتين القطعتين. أحتاج لمسدس الغراء في الجزء التالي. سأضع الغراء بطول الحافة. لا أحتاج كمية كبيرة. لدي الآن قطعة من الورق المقوى المموج. سألصقه بالغراء. وسيمثل الجزء الجانبي للهاتف. سألفه حول الهاتف بالكامل بهذا الشكل. وسأضع قطعة من الورق المقوى في الأعلى. سأكرر العملية مع باقية القطع. بدأت الملامح النهائية في الظهور. يجب أن أثبتهما معا. لدي مفصلة معدنية صغيرة تتفي بالغرض. سأثبتها على الجزء الداخلي من الورق المقوى حتى تساعد في فتح وقفل الهاتف. وهذا يحدث مع الهاتف الحقيقي بالضبط. أحتاج الآن لتلوين الهاتف. سأستخدم قلم تصحيح لهذه المهمة. وبعدها سأمر على الحواف بقلم التحديد الوردي. وسأكرر العملية على الجانب المقابل. لكنني لم أنتهي بعد. سألصق هذه الهرة اللطيفة به. وصنعت فتحة لمكان الشاشة. سأضع صورة داخلها. أعتقد أنني انتهيت. كم أنا متحمسة لعرضها على آني. شاهدي ما صنعته. لنكرر المحاولة. مرحبا، أتريدين الحديث إلى آني؟ واو، لا أصدق ذلك. صنعته من أجلك. أنت تمزحين. واو، كم هذا رائع. لدي مكالمة مهمة يجب أن أجريها. يستحسن بهم أن يجيبوا على اتصالي. مرحبا يا آني. لن تصدقي ما حدث اليوم. ستضحكين. أخبريني بالتفاصيل. ظننت أن حريات البحر ستكون أكثر متعة. أمي. لا يبشر هذا بالخير. أمك آتية. كلوي، ماذا يحدث؟ أخبري أمك. هذه نومة مملة. انتظري هنا. ها، ما هذه؟ جربيها. يبدو هذا ممتعا. تعالي هنا أيتها البطة. ما كل هذه الألوان؟ سأعتاد على هذه اللعبة. لابد أن تشغلها تلك اللعبة لبعض الوقت. ثم أضع البطة في الأعلى. أهذا كل شيء؟ أمي. هل تمزحين؟ أريد القراءة فحسب. ماذا تريدين الآن؟ لقد أنهيت الوحجية. واو، أنت عبقرية. سأحضر لك شيئا آخر.
تفضلي، استمتعي بوقتك، استمتعي بوقتك وخذي وقتك بالكامل. وهذا ما كنت أريده. يجب أن أطبق صور ببعضها البعض. ما مدى صعوبة الأمر؟ ليست لعبة صعبة على الإطلاق. هذا ممل. أمي. ليس ثانية. مرحبا بيكاتشو، كيف الحال؟ ماذا؟ انظري، لقد أنهيتها. لابد من وجود شيء يمكنك اللعب به. لنلقي نظرة. هيا فكري. لا، لا شيء. ماذا سنفعل؟ مهلا، ربما نعم. أعتقد أنني وجدتها. سيحل هذا كل شيء. انتظري عزيزتي، سأحتاج لقطعة ورق مقوى ومقص. سأقص الزوايا، أريدها أن تكون منحنية. هذا مثالي. والآن حان وقت الإبداع. سأحتاج لقلم تحديد في هذا الجزء التالي. سأرسم مربعا صغيرا على الورق المقوى، ثم أقسمه إلى أجزاء. أنا أصنع نمطا شبكيا، وسأضع رقما في كل مربع. أحتاج الآن لتفريغ هذه الشبكة، وسأضعها جانبا في الوقت الحالي. ولدي هنا صفحة من الورق الوردي، سأستخدمها لتلوين المربع. لقد صار زاهيا جدا. سأقلبه الآن، ثم أمرر عصا الغراء على الجزء الخلفي. يجب أن يكون شديد الالتصاق، وسيكون هذا هو إطاري. بعدها سأحتاج إلى صفحة فارغ من الورق الأبيض. سأرسم قلوبا عليها، ثم أضيف الرسمة لشخصية بيكاتشو. لا أريد أي أخطاء. لابد أن تستمر هذه الأحذية في الترفيه عن كلايو. أنا تحت ضغط كبير. سألونها بسرعة. يجب ألا ننسى بيكاتشو. أتمنى لو كانت لدي خدود وردية كهذه. يا له من عمل فني. والآن سنعود إلى الشبكة. سأقلبها رأسا على عقب، وأضع الغراء عليها، ثم ألصق رسمي بها. لا أريد أي تجاعيد. سأقطعها إلى أجزاء. حان وقت وضعها داخل الإطار، وسأثبت القطعة بهذا الشكل. صارت لدي أحذية رائعة. حسناً، أعتقد أنها جاهزة. ستحبها كلاوي. كنت أنسى، يجب أن أغير تركيب القطع. يا كلاوي، لقد صنعت هذه من أجلك. هل ترى ما أراه يا بيكاتشو؟ هذا رائع. فيو، أعتقد أن خططي نجحت. تمني لي توفيق. يبدو هذا صعباً. سأمرر هذه القطعة هنا، ثم أحرك هذه. يجب أن أركز. وأنا يجب أن أسترخي. مهلاً، أريد التحقق من شيء. هذا ما كنت أحتاجه. هذه آخر قطعة. أمي. يا للهول. حقاً؟ ماذا؟ انظري. لقد أنهيتها بالفعل. أنا فخورة بك. أريد تكرار ذلك. كان الأمر ممتعاً. هيا يا أمي. اربطي الرباط فوق الحذاء وهكذا انتهينا. شكرا يا أمي. حسنا، لنجربها. قفي باستقامة. هيا يا عزيزتي. واو، هذا مذهل. هذا أفضل كثيرا من زلاجاتي. هذا ليس عادلا. هل أنت مستعدة للفراش يا عزيزتي؟ لندثرك بطريقة مريحة. حسناً، حان وقت النوم. سأبعد هذه الألعاب. شكراً يا أمي. ما هذا؟ هل من أحد هناك؟ يا للهول، هذا مستحيل. هل هذا وحش؟ لا تتركيني. ماذا تفعلين؟ لا بأس، لا تخافي من الظلام. تمهلي، أحتاج إلى تنظيف هذه الفوضى. قد يفيدني هذا الشريط اللاصق. أعتقد أنني أعرف كيف أصلح هذا. خذوا لفافة شريط لاصق وضعوها مسطحة. ضعوا قطعتين من الشريط اللاصق على مركز اللفافة. والآن ابدأوا بالرسم على الشريط اللاصق وملء الفراغ. استخدموا ألوانا مختلفة لتصنعوا أقساما مختلفة. نريد تأثيرا بألوان مختلفة. سأضع هاتف هنا وسأتأكد من إنارة الكشاف. واو، إنه مصباح ليلي. لن ينال الوحش مني الآن. طاب مساؤك يا أمي. بدأت أشعر بالتعب الآن. أحتاج إلى النوم للحفاظ على جمالي. يمدني هذا بشعور جيد. مهلاً، ما هذا الصوت؟ كلا، أحتاج إلى مصباحي الليلي. والآن ستراودني أحلام سعيدة. أمي، أريد الذهاب للسباحة. بالطبع يا عزيزتي، دعيني أحضر عوامتك. أين هي؟
ظننت أنني أحضرتها. أوليفيا اذهبي وقفي هناك. لماذا؟ ماذا عن المجدف؟ مستحيل، هل يطفو الكرتون؟ هذه فكرة سيئة. أمي، هذا مرفوض. دعني أفكر. أوه، لقد وجدتها. لا تتحركي، هذه عوامة مستديرة. أيتها السيدة، هذه عوامتي. جدي عوامتك الخاصة. من يحاول؟ على الأقل يوجد أنبوب سباحة إسفنجي. مهلا، يمكنني استخدام هذا. تقطع قطعة من الأنبوب الإسفنجي ثم استخدم سكينا لتقطعها على هيئة شرائح. افعل هذا في كامل الجزء. كرر هذا بألوان مختلفة. والآن نحتاج إلى رباط بلاستيكي. مرر الرباط البلاستيكي عبر الثقوب في قطعتين من القطع الإسفنجية ثم أحكم ربطه. استخدم الأربطة البلاستيكية لربط الشرائح معا. اقطع الأطراف البلاستيكية الزائدة. والآن يمكنك الذهاب للسباحة. أشعر بأنني أنيقة جدا. أمي شاهديني، كرة المدفع. انظروا إنني أطفو. هذا مذهل. تبدين رائعة يا عزيزتي. والآن يمكنني الاسترخاء أخيرا. مرحبا، هذا رائع. أريد سترة أيضا. أسرع يا أمي. أنا قادمة. هذا أفضل مكان في الحديقة. أشعر بالملل. أمي، أريد الذهاب للعب. لا تبتعدي، أريد أن أراكي. حسناً، استمتعي. قزز. أحسنت يا أوليفيا، أستمتع بهذا الكتاب كثيراً. ها؟ أوليفيا؟ أين ذهبت؟ أوليفيا، عودي إلى هنا. يلا الهول، هذا سيء. هل يمكن أن تكون قد ابتعدت؟ سيكون الأمر على ما يرام. لا تلعي أوليفيا عزيزتي، أين أنت؟ لقد بحثت في كل مكان. هذه قبعتها. أوليفيا، تعالي إلى هنا الآن. لا مزيد من الألعاب السخيفة. أنت؟ أوه، أنا آسفة. أعيدي لي قبعتي. نمت كابنتي. أوليفيا، ها أنت ذا. كنت أبحث عنك، كنت قلقة للغاية. لا تفعلي ذلك مجددا. حسناً، بالونات للبيع مقابل دولارين فقط. أوه، قد تكون مفيدة. ينبغي أن يفي هذا بالغرض. البالون يطاردني. أوه، إنها لطيفة جدا ويمكنني رؤيتها. ها، بالونين. أوه، مرحبا. أوه، مرحبا. العقول الرائعة يتشابه تفكيرها. مرحبا. مهلا، أمك لديها اجتماع يا أوليفيا، لذا كوني هادئة. فهمتك. أوه، يبدو هذا ممتعا. أوه، ماذا؟ ها؟ أوه، صحيح. آسفة، هل أكملنا؟ كنا نتحدث عن المبيعات المتوقعة للشهر القادم. تبدو توقعات سليمة. أنا، هل كان ذلك حذاءً طائراً؟ أمي أمي، من ذلك الرجل المضحك المظهر؟ أوليفيا، بما أخبرتك؟ هذا محبط جداً. أوه، أعتقد أنني أعلم ما سأفعله. ضعوا قطعة من الشريط اللاصق على حلقة هولا هوب، ثم ضعوا القطعة الرأسية. فصلوا وضع الشريط اللاصق على الحلقة حتى تحصلون على هذا الشكل. أوليفيا، لدي شيء لأجلك. انظري، إنها لعبة ممتعة. ينبغي أن يشغلها هذا. إذن ماذا كنا نقول؟ لقد فعلتها، أنا الأفضل في هذه اللعبة. مرحبا يا أمي. أوه، هذا لذيذ. ماذا حدث لملابسك؟ أنت متسخة للغاية. ماذا في وسعك؟ توقفي، علينا تنظيفك. لكني جائعة يا أمي. لا أعلم كيف تفعل ذلك. أها، سيفي هذا بالغرام. سأحتاج إلى غسل ملابسها لاحقا. على الأقل لدي تيشيرت واحد نظيف. لدي تيشيرت نظيف لك. حسنا، لكنه سيتسخ فحسب. كيف يمكن هذا حتى؟ لا تجيبيني. ارتدي هذا. هل علي ذلك؟ أمي، أنت تفسدين تصفيفة شعري. أسرعي يا أمي.
شكرا. هذا أفضل. والآن تناولي طعامك. أخيرا. إنه المفضل لدي. انظري إلى هذه الشوكولاتة الجميلة. كلا، لا تفعلي ذلك، لا يمكنني المشاهدة. لا بأس، تنفسي فحسب. مهلاً، منحني هذا الكيس فكرة. وهذا فاخر. هذا لذيذ جداً. إنها على يدي. هذا أفضل، يمكنني تناول هذا طوال اليوم. حسناً، لن أنظف ملابسك. حسناً يا أمي، لقد انتهيت. لننزع هذا عنك، علي تنظيف الكيس فحسب. ارفعي ذراعيك، وما زالت ملابسك نظيفة وجيدة. والآن اذهبي والعبي. دعني يا أمي. ودعني عزيزتي. لا شيء يضاهي العصير الطازج. صباح الخير يا أمي. إليك كوب لذيذ من العصير الطازج. لا أريده، إنه مقزز. إنه جيد لك. أفضل تناول بعض الشوكولاتة. لا شوكولاتة على الفطور. لكن حاولي إيقافي. أعطني تلك. نانا، إنها لي. يحدث الشيء نفسه كل صباح. مهلاً، ربما يمكنني استخدام لعبة الفقاعات هذا. قد يكون هذا مفيداً. أعتقد أن هذا سينجح. خذوا لعبة الفقاعات وصبوا فيها بعض العصير. املأوا الفقاعات كلها. وضعوا لعبة الفقاعات في المجمد حتى يتجمد العصير، ثم انزعوه من اللعبة. يبدو هذا رائعاً. ستحبه أوليفيا. كنت سأكله لو كنت في موضعها. أوليفيا؟ ماذا؟ انظري إلى ما صنعته. ما هذا؟ جربيه إن كنت مصرة. من الأفضل أن يكون لذيذاً. هذا موتر. هيا استمري أرجوك. إنه جيد. إنها مثل المثلجات. شكرا يا أمي. سألقي هذه في القمامة. اربطي الرباط فوق الحذاء وهكذا انتهينا. شكرا يا أمي. حسنا، لنجربها. قفي باستقامة. هيا يا عزيزتي. واو، هذا مذهل. هذا أفضل كثيرا من ثلاجاتي. هذا ليس عادلا. هل أنت مستعدة للفراش يا عزيزتي؟ لنذثرك بطريقة مريحة. حسناً، حان وقت النوم. سأبعد هذه الألعاب. شكراً يا أمي. ما هذا؟ هل من أحد هناك؟ يا للهول، هذا مستحيل. هل هذا وحش؟ لا تتركيني. ماذا تفعلين؟ لا بأس، لا تخافي من الظلام. تمهلي، أحتاج إلى تنظيف هذه الفوضى. قد يفيدني هذا الشريط اللاصق. أعتقد أنني أعرف كيف أصلح هذا. خذوا لفافة شريط لاصق وضعوها مسطحة. ضعوا قطعتين من الشريط اللاصق على مركز اللفافة. والآن ابدأوا بالرسم على الشريط اللاصق وملء الفراغ. استخدموا ألوانا مختلفة لتصنعوا أقساما مختلفة. نريد تأثيرا بألوان مختلفة. سأضع هاتفي هنا وسأتأكد من إنارة الكشاف. واو، إنه مصباح ليلي. لن ينال الوحش مني الآن. طاب مساؤك يا أمي. بدأت أشعر بالتعب الآن. أحتاج إلى النوم للحفاظ على جمالي. يمدني هذا بشعور جيد. مهلاً، ما هذا الصوت؟ كلا، أحتاج إلى مصباحي الليلي. والآن ستراودني أحلام سعيدة. أمي، أريد الذهاب للسباحة. بالطبع يا عزيزتي، دعيني أحضر عوامتك. أين هي؟ ظننت أنني أحضرتها. أوليفيا، اذهبي وقفي هناك. لماذا؟ ماذا عن المجدف؟ مستحيل، هل يطفو الكرتون؟ هذه فكرة سيئة. أمي،
هذا مرفوض. دعني أفكر. أوه، لقد وجدتها. لا تتحركي، هذه عوامة مستديرة. أيتها السيدة، هذه عوامتي. جدي عوامتك الخاصة. من يحاول؟ على الأقل يوجد أنبوب سباحة إسفنجي. مهلا، يمكنني استخدام هذا. اقطع قطعة من الأنبوب الإسفنجي ثم استخدم سكينا لتقطعها على هيئة شرائح. افعل هذا في كامل الجزء. كرر هذا بألوان مختلفة. والآن نحتاج إلى رباط بلاستيكي. مرر الرباط البلاستيكي عبر الثقوب في قطعتين من القطع الإسفنجية ثم احكم ربطه. استخدم الأربطة البلاستيكية لربط الشرائح معا. اقطع الأطراف البلاستيكية الزائدة. والآن يمكنك الذهاب للسباحة. أشعر بأنني أنيقة جدا. أمي شاهديني. كرة المدفع، انظروا إنني أطفو. هذا مذهل. تبدين رائعة يا عزيزتي. والآن يمكنني الاسترخاء أخيرا. مرحبا، هذا رائع. أريد سترة أيضا. أسرع يا أمي. أنا قادمة. هذا أفضل مكان في الحديقة. أشعر بالملل. أمي، أريد الذهاب للعب. لا تبتعدي، أريد أن أراكي. حسناً، استمتعي. مقزز. أحسنت يا أوليفيا، أستمتع بهذا الكتاب كثيراً. ها؟ أوليفيا؟ أين ذهبت؟ أوليفيا، عودي إلى هنا. يلا الهول، هذا سيء. هل يمكن أن تكون قد ابتعدت؟ سيكون الأمر على ما يرام. لا تهلعي أوليفيا عزيزتي. أين أنت؟ لقد بحثت في كل مكان. هذه قبعتها. أوليفيا، تعالي إلى هنا الآن. لا مزيد من الألعاب السخيفة. أنت؟ أوه، أنا آسفة. أعيدي لي قبعتي. نمت كابنتي. أوليفيا، ها أنت ذا. كنت أبحث عنك، كنت قلقة للغاية. لا تفعلي ذلك مجددا. حسناً، بالونات للبيع مقابل دولارين فقط. أوه، قد تكون مفيدة. ينبغي أن يفي هذا بالغرض. البالون يطاردني. أوه، إنها لطيفة جدا ويمكنني رؤيتها. ها، بالونين. أوه، مرحبا. أوه، مرحبا. العقول الرائعة يتشابه تفكيرها. مرحبا. مهلا، أمك لديها اجتماع يا أوليفيا، لذا كوني هادئة. فهمتك. أوه، يبدو هذا ممتعا. أوه، ماذا؟ ها؟ أوه، صحيح. آسفة، هل أكملنا؟ كنا نتحدث عن المبيعات المتوقعة للشهر القادم. تبدو توقعات سليمة. أنا، هل كان ذلك حذاءً طائراً؟ أمي أمي، من ذلك الرجل المضحك المظهر؟ أوليفيا، بما أخبرتك؟ هذا محبط جداً. أوه، أعتقد أنني أعلم ما سأفعل. ضعوا قطعة من الشريط اللاصق على حلقة هولا هوب، ثم ضعوا قطعة رأسية. وصلوا وضع الشريط اللاصق على الحلقة حتى تحصلون على هذا الشكل. أوليفيا، لدي شيء لأجلك. انظري، إنها لعبة ممتعة. ينبغي أن يشغلها هذا. إذن ماذا كنا نقول؟ لقد فعلتها، أنا الأفضل في هذه اللعبة. مرحبا يا أمي. أوه، هذا لذيذ. ماذا حدث لملابسك؟ أنت متسخة للغاية. ماذا في وسعك؟ توقفي، علينا تنظيفك. لكني جائعة يا أمي. لا أعلم كيف تفعل ذلك. أها، سيفي هذا بالغرض. سأحتاج إلى غسل ملابسها لاحقا. على الأقل لدي تيشيرت واحد نظيف. لدي تيشيرت نظيف لك. حسنا، لكنه سيتسخ فحسب. كيف يمكن هذا حتى؟ لا تجيبيني. ارتدي هذا. هل علي ذلك؟ أمي، أنت تفسدين تصفيفة شعري. أسرعي يا أمي. شكرا، هذا أفضل. والآن تناولي طعامك. أخيرا. إنه المفضل لدي. انظري إلى هذه الشوكولاتة الجميلة. كلا، لا تفعلي ذلك. لا يمكنني المشاهدة. لا بأس، تنفسي فحسب. مهلا، منحني هذا الكيس فكرة. لا
هذا فاخر. هذا لذيذ جدا. انها على يدي. هذا افضل، يمكنني تناول هذا طوال اليوم. حسنا، نعم انظف ملابسك. حسنا يا امي، لقد انتهيت. لننزع هذا عنك، علي تنظيف الكيس فحسب. ارفعي ذراعيك، وما زالت ملابسك نظيفه وجيده. والان اذهبي والعبي. دعني يا امي. ودعني عزيزتي. لا شيء يضاهي العصير الطازج. صباح الخير يا أمي. إليك كوب لذيذ من العصير الطازج. لا أريده، إنه مقزز. إنه جيد لك. أفضل تناول بعض الشوكولاتة. لا شوكولاتة على الفطور. لكن حاولي إيقافي. أعطني تلك. نانا، إنها لي. يحدث الشيء نفسه كل صباح. مهلا، ربما يمكنني استخدام لعبة الفقاعات هذا. قد يكون هذا مفيداً. أعتقد أن هذا سينجح. خذوا لعبة الفقاعات وصبوا فيها بعض العصير. املأوا الفقاعات كلها. وضعوا لعبة الفقاعات في المجمد حتى يتجمد العصير، ثم انزعوه من اللعبة. يبدو هذا رائعاً. ستحبه أوليفيا. كنت سأكله لو كنت في موضعها. أوليفيا؟ ماذا؟ انظري إلى ما صنعته. ما هذا؟ جربيه إن كنت مصرة. من الأفضل أن يكون لذيذاً. هذا موتر. هيا استمري أرجوك. إنه جيد. إنها مثل المثلجات. شكراً يا أمي. سألقي هذه في القمامة. مزيد من النوم حتى موعد المسرحية. الأمر مثير، لا أطيق الانتظار. يا له من نوم مريح. أشعر بشعور سيء. كل شيء يؤلمني. مرحبا أيتها النعيسة. لا أشعر أنني بخير. دعيني أرى، هل أنت مصابة بالحمى؟ ضعي هذا على رأسك، سيساعدك شراب الكحة هذا. افتحي فمك. مقزز. عليك أن ترتاحي. لكن المسرحية لا يمكنني تفويتها، لقد انتظرت طويلا. آسفة يا عزيزتي، أنت مريضة. مهلا، أعتقد أنني أعرف كيف أساعدك. خذوا علبة حبوب إفطار واقطعوا مربعاً. هدروا العلبة أفقياً وضعوا ورقة لاصقة عليه. كرروا هذا بألوان مختلفة من الورق اللاصق. بدلوا الألوان حتى تغطي العلبة بأكملها. ثم استخدموا المقص لتقطعوا الأوراق فوق الثقب. ثم خذوا منديلين وطوهما. هكذا تماماً. ضعوا المنديل داخل العلبة. اصنعوا فتحتين على العلبة. وضعوا فيهما عصا مثلجات. أخيراً أرسم شخصيات على بطاقات وألصقوها على عيدان المثلجات. هل أنت مستعدة للعرض؟ هذا موديل. جلبت المسرح إليك. ما رأيك في العرض؟ مجدداً. أتشو. كان ذلك مقززاً. أعمل أنه ليس معدياً. يمكننا أن نمرض معاً. يعتمد الأمر كله على ترتيب العمليات. حسناً، هل هناك أحد يرغب في حل المسألة؟ هيا. حسناً، لا أعرف شيئاً عن هذا. وهذا الجلد الزائد حول الظفر، إنها بحاجة للاسترخاء. مهلاً، هل أطرح السبعة؟ لا يمكن أن يكون هذا صحيحاً. لونا، لم تكتبي شيئاً؟ حسناً، سأجرب. ترتيب العمليات، صحيح؟ سأستخدم الآلة الحاسبة. مستحيل. أنا أسميها مخفف التوتر في الرياضيات. إنها تنفذ كل المهام الصعبة بدلاً مني. يمكنك مناداتي بلونا أينشتاين. أحسنتي، أنا ذكية جداً. ذكية بما يكفي لامتلاك آلة حاسبة. ماذا؟ كيف انتهت قبلي؟ أكره درس الرياضيات. لدينا الكثير من الدروس هذا اليوم. توقفي يا فتاة. ما الذي تخفينه؟
أها موزة، أنت تعرفين القوانين، الطعام ممنوع. حسناً سأكلها الآن إذن. حسناً. أكره مشاهدة الناس يأكلون. انتهيت. إيو. هاي لا يمكنك فعل ذلك، التقطيها. حقاً. أو حسناً. أو لا. يا إلهي، حذاء. أو لست الشيء الوحيد الذي طار. ثقيل جدا، ماذا يوجد في هذا الشيء؟ قصاصات غش، لا أصدق هذا. هذه ليست موزة، هل يمكنك التوضيح؟ ليس تماما. هذا مخزن، المصائب تتوالى. يو، موزة غبية. والآن ماذا سأفعل؟ أنا بحاجة ماسة لتلك القصاصات، إذن سأخذها معي. حل بسيط لهذه المشكلة الرياضية، أمل أن يكون لدي مساحة كافية هنا. هكذا. لكن مهلاً. والآن الإخفاء الأمثل، لا يمكنني الدخول بدون تغطية هذا كله، يجب أن يبدو وكأنه جزء من تصميم الحذاء. أترون؟ دونوا الملاحظات يا مصممي الأحذية، الترند الجديد جاهز، سأجربه الآن. لقد عدت أيتها المعلمة. توقفي، قصاصات غش؟ بالطبع، أنا لا أخفي شيئاً، أترين؟ حسناً، تفضلي بالدخول. إلى اللقاء. يا لها من تجربة، لكني لا أحتاج الكثير من الوقت، الإجابات لدي. يبدو هذا جيداً، ويقول الناس إن الكيمياء صعبة، يمكنني القول أنني سأحصل على تقدير ممتاز. جميل جداً، أليس كذلك؟ أجل، وصلت في الوقت المحدد. هل هذا التامي؟ انظري إلى شعره، حان وقت العرض. أوسي. ها؟ مرحباً، كيف الحال؟ أوه، مرحباً. تظنين أن بإمكانك الحصول علي؟ يمكنني فعل ذلك أيضاً، سأذهب. أو لا، كنزتي. تباً، لا أصدق. آه، وماذا الآن؟ أحدهم يمر بيوم صعب، ليست مشكلتي. إنها الكنزة المفضلة لدي. ما اللحظة؟ يشبه هذا إبرة الحياكة، العملية جارية لإصلاح هذه الكنزة. سأزيل هذا وأضع هذا. حسناً، والآن سأعيده، سأستخدمه لدفع الخيط، ثم سأسحبه بهذه الطريقة وأقص وأقص. أحتاج الآن إلى ملاحظة لاصقة وشريط لاصق مزدوج، سأثبت نهاية الخيط هنا وسيلتصق فوراً. يمكنك الآن الحصول على التصميم الذي تريده وبسهولة كبيرة. أوشك على الانتهاء، هيا بنا، سأقص الآن الجزء الزائد. هذا جميل جداً، لقد وضعت قلبي هنا بالفعل، أترون؟ هيا بنا. ها؟ هذا لك، هل تريده؟ أوه واو، هل هذا قلب؟ إنها معجبة بي، اتصلي بي في أي وقت، سأكون في الانتظار. ياي، حقاً؟ مستحيل، لكن التامي لي أنا، تعنين أنه لي أنا. أوه سخيفة، هذا مثير. لنصلح مكياجك، لا تتحركي، هذا يدغدغ. أوتشوه. ما التالي؟ هنا أدوات مكياجي، دعيني أفكر. أوه طلاء شفاء، ستلائمك هذه الدرجة. هل أنت متأكدة؟ كيف يبدو هذا؟ جميل. الآن حان وقت ظلال العيون. أوه جميل، أود اللعب أيضاً، تملك جينيفر دائماً أفضل الأشياء. أوه ما هذا؟ كائنات يونيكورن. نحتاج إلى شيء أخير. ها؟ ماذا تفعلين؟ أعطيني تلك. كلا، إنها ملكي. أوه علي الذهاب. أيتها الشقية الصغيرة، انظروا إلى ما فعلت. لا تقلقي، يمكنني إصلاح ذلك. أحتاج إلى عصا المثلجات تلك. لدي مزيد من عصي المثلجات والجليتر.
سأرش الجليتر على طبق. سأستخدم ألواناً مختلفة. الآن أحتاج إلى إصبع غراء. سأمرر إصبع الغراء على عصي المثلجات ثم أضغطها على الجليتر. علي أن أتأكد من أنها مغطاة بالكامل. والآن حان دور البقية. ينبغي أن يفي ذلك بالغراض. ثم سأضعها على ورقة فوم. لدي مزيد من الفوم. سأقص دائرتين من الفوم المغطى بالجليتر. لكلتيهما حافة مستقيمة. سأضع بعض الغراء على ورقة الفوم. حسناً، الآن أحتاج إلى لصق الدائرة عليها. هذا هو سبب وجود الحافة المستقيمة. سأطوي الإسفنج على الدائرة. الآن يمكنني تثبيت الورقة بعصي المثلجات. يبدو ذلك جيداً. سأضيف الكرة الزغبية إليها. سأضيف واحدة أخرى لأصنع قفلاً. ما رأيك؟ واو، هذا رائع. يمكنك تخزين مكياجك فيها. أنت الأفضل. لنجرب ذلك. لا أصدق أنك فعلت هذا. إنها تناسب مكياجي بشكل رائع. أنا مسرورة لأنها أعجبتك. مهلا، ماذا يحدث؟ ما هذا؟ ابقي بعيدة. جينيفر تتصرف بلوم. لدي فكرة. لدي مزيد من عصي المثلجات. تافل يا فتيات، لنلتقط صورا ذاتية. أنت افتحي الباب. هل سمعتن شيئا ما؟ من قد يكون ذلك؟ مرحبا، ماذا يحدث هنا؟ أيتها الفتيات المزعجات بموسيقاكن الحديثة. إنني أحاول النوم. ماذا؟ من طلب الجدة؟ الجدة؟ كيف تجرؤين؟ سأريك. هل يمكن لجدة فعل هذا؟ منحني هذا شعورا جيدا. حسناً، لم يكن هناك داع لذلك. كان علي خفض الصوت. هل رأيت ما هذا؟ ماذا سنفعل الآن؟ انظروا إلى حالته. لا يمكننا استخدامه. يا لها من جدة غاضبة. هل يمكن لإحداكن غناء البيت بوكس؟ انتهت هذه الحفلة. لنذهب يا فتيات. لكن هذا أسوأ شيء. ما زال لدي الوجبات الخفيفة والمشروبات على الأقل، وكلها لي. يمنحني هذا فكرة. أحتاج إلى أنبوب طويل من الورق المقوى، هذا بالحجم المثالي. ثم أحتاج إلى هاتفي. سأرسم خطاً في النهاية. هذا كل ما أحتاج إليه. ثم سأصنع شقاً. إنه يحتاج إلى طبقة من الطلاء بالتأكيد. أحب هذا اللون الأرجواني. سأغطي الأنبوب به. فور جفافه أحتاج إلى كوبين مشروبات. لقد صنعت فيهما شقين. سأضعهما على طرفي الأنبوب. إنه نظام مكبر الصوت الخاص بي. لنجربه. سأضع هاتفي في الفتحة. ثم سأشغل الموسيقى. لنرقص الآن. هذا أفضل. حفلة رائعة يا جريس. أعتقد أن كل شيء جاهز. مرحبا يا ماندي، لقد وصلت أخيرا. هل تعيشين هنا فعلا؟ حسنا، مرحبا. تفضلي بالجلوس وارتاحي. أمل أنك تحبين رقائق البطاطس. أنا أحبها. حسنا، شكرا. أنا جائعة. لا ينجح هذا. لقد قمت بتدريم أظافري للتو. لا يمكنني الوصول إليها. هيا، أريد تلك الرقائق. حسناً، سأنجح هذه المرة. ظفري الجميل. هذا كله خطأك. ليس بهذه السرعة. استرخي فحسب. أعتقد أن بإمكاني إصلاح هذا. كل ما أحتاج إليه هي حوامل الأكواب. هذا حسناً، قطع من الورق المقوى. شاهدوا هذا. سأضعها على الطاولة. سأحتاج إلى مسدس الغراء لهذا الجزء. سأمرر الغراء على حافة الورق المقوى. أحتاج إلى وضعه على جانب واحد فحسب. ثم سألصق هذه القطعة بالأخرى. سأضغط عليها لأتأكد من أنها محكمة. لدي قطعة أخرى قطعت منها دائرة. سأفعل الشيء نفسه بها. سألصقها هنا تماماً. ثم سألصق قطعة دائرية من الورق المقوى على مربع. سأضعها في المنتصف. وسأفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر. ثم سألف الورق المقوى حول الدائرتين. سأستخدم هذا الشريط لأجعله محكماً. يبدو هذا محكماً. لقد صنعت ثقبين على الجانبين. وسأمرر عصاً خشبية عبرهما. هذا مثالي. يمكنني وضع هذا في صندوقي. لقد صنعت ثقباً في أحد الجوانب لأثبتها. سأتأكد من أنها تدور. يمكنني إكمال الصندوق الآن. سأضع قرصاً من الورق المقوى بالأعلى. سأضع صندوقين آخرين. سأضع قطعة من الورق المقوى وسأضع عليها الغراء. ستكون هذه قاعدتي. سأفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر. ثم سأضع قطعة طويلة من الورق المقوى بالأسفل. ثم سألصقها بالصناديق. سأرتب هذه العلبة بالأعلى. لدينا موزع رقائق بطاطس. إنه لا يعمل. هل تمازحينني؟
دعيني أريك كيف يعمل. أدير القرص وستسقط الرقائق في الكوب. هو هذا رائع جدا، ولم أكسر ظفرا. إنها المفضلة لدي، لقد جعت كثيرا، أعتقد أنني أستحق مكافأة. إنها لذيذة جدا، لعلمك ليس هذا سيئا جدا، هذا رائع. تبدو هذه رسمة جيدة. ماذا أفعل أيضاً؟ سألعب بألعابي. رارا، خذي هذا. أحب الديناصورات، إنها رائعة جداً، إنها أفضل حيوانات أليفة. على أي حال، ماذا كنت أقول؟ هو أجل. هو انظروا إلى غريس، إنها تملك مخيلة خصبة. أتمنى لو كان بإمكاني فعل شيء لها. دعوني أفكر. ستحب هذا، لكنه باهظ جدا، لا يمكنني تحمل تكلفته. ماذا سأفعل؟ مهلا لحظة، ربما يمكنني صنع شيء بدلا منه. أحتاج إلى بعض الورق المقوى، لحسن الحظ أملك الكثير منه. سأبدأ بهذا الصندوق الكبير، سأحضر المقص، سأصنع شقا مائلا على هذه الطية، سأقص حتى الزاوية، سأفعل الشيء نفسه على الجانب المعاكس. ثم يأتي وقت مسدس الغراء الوفي، سأضع الغراء على الحافة، لكني لا أريد أن أحدث فوضى. ثم سألصق هاتين الطيتين معا، وسأصنع ثقبا هنا. قطعت صندوقا آخر ليبدو مثل رأس ديناصور، يمكنني وضعه بالأعلى علي طلاءه. الأخضر هو اللون المثالي لديناصور، ورداد الطلاء سيسرع الأمور. ما زال لدي الكثير لأفعله، سأمرر الغراء على الرأس، وسألصق هذه القطعة المدببة على قطعة الورق المقوى. يبدو هذا جيداً، سأفعل الشيء نفسه بمؤخرة الصندوق. سأضع الغراء من الأعلى حتى الأسفل، هنا سأضع الذيل، ثم يأتي وقت اللمسات النهائية. جربيه يا عزيزتي. يا إلهي، أنا ديناصور. تراجعي، سأنال منك. إنه مرعب. أحتاج إلى قضاء يوم في منتجع، لكن ماذا يمكن للمرء أن يفعل؟ انظروا إلى هذه الحلي، أتذكر حين كنت أملك أساور ذهبية وماسية. لقد تغيرت الأمور حقاً. ما زلت أعتقد أنها جميلة يا أمي، تبدين دائماً أنيقة جداً. كم هذا لطيف منك يا عزيزتي، من الأفضل أن أذهب. ودعاً يا غريس، فلتحظي بيوم رائع يا أمي. هذه فرصتي، يمكنني أخيراً أن أنقض على علبة حلي أمي. هاو، انظروا إلى هذا، سأبدو مثل عارضة. ماذا لديها أيضاً؟ انظروا إلى هذه الأقراط وهذه الخواتم. لقد وصلت إلى المنزل أخيراً. هل وصلت أمي بالفعل؟ هذا ليس جيداً. مرحباً يا غريس، لقد عدت، أتوق للراحة. ماذا سأفعل؟ هذه فوضى، سأقع في المتاعب. هيا، هذا لا ينجح، لنبطئ الوقت. هذا مثالي. مهلاً، هذا رائع جداً، لم أكن أعتقد أن هذا سينجح. أمي؟ إنها لا تدرك أنني هنا. مهلاً، يمكنني استخدام قطعة الورق المقوى هذا. هذا ما أحتاج إليه. سأضع يدي عليها، ثم سأرسم حولها. أريد رسم مخطط يدي، سيكون هذا رائعاً. سأثير إعجاب أمي. حسناً، لقد انتهيت من أول جزء. ثم سأقصها وسأضع الغراء عليها. سأمرر الغراء على رسمة يدي، أريد التأكد من وضع كمية كافية. يبدو هذا صحيحاً. ثم سألصق يداً أخرى عليها، ثم يأتي وقت الطلاء. يبدو هذا اللون البرتقالي زاهياً جداً، لقد أحببته. سأتركها لتجف. سأصنع قاعدة لها من قطعة دائرية من الورق المقوى. هذا هو المنتج النهائي، صافحني. لقد نسيت أمي، لا يمكنني التسكع طوال اليوم. ما زال لدي أشياء لأفعلها. علي الذهاب. معذرة، أنا أمر. أوبس، كنت أنسى. كل هذا الاندفاع في المكان أشعرني بالجوع. أحتاج إلى وجبة خفيفة، وأعلم ما أحتاج إليه تماماً. أعطني إياها، فأنت تتبعين حمية غذائية على أي حال يا أمي. أنا مرهقة، لنعيد الأمور إلى طبيعتها. مرحبا يا أمي. ماذا يحدث هنا؟ انظري إلى قلاداتي، كيف يمكنك فعل هذا؟ لا تفزعي، كل شيء تحت السيطرة. ما هذا؟ هل هي لأجل الحلي خاصتي؟ إنها فكرة جيدة، سأضع خواتمي هنا. هذا رائع، ستحافظ على كل شيء مرتبا وجميلا. لا أصدق أنك صنعتي هذا، أنت موهوبة جدا. أجل، أعلم ذلك. أهني، إنها مفيدة جداً. أنتِ تستحقين مكافأة. ماذا؟ كيف حدث ذلك؟ هذا غريب جداً. شكراً يا أمي. أحب الشوكولاتة، إنها لذيذة جداً. تفضلي.
شكرا يا عزيزتي، عانقيني. توجد خردة كثيرة هنا. إنه مجرد فأر. إنه يستهدف الأسلاك. لا تتجرأ على ذلك. كلا توقف. لم يستمع إليك يا أشلي، ضميني، هذا ليس جيداً. اهدأ، لدي اكتشاف. لا تري الوحوش مكاني. خذ هذا، لابد من وجود شيء هنا يمكننا استخدامه. نلقي نظرة هنا. هل علينا ذلك؟ أجل يا جاستن، هذا أمر جدي. حسناً، سأبحث بهذا الصندوق. يحتوي على دمى قديمة فحسب و... عنكبوت ضخم للغاية. أوه، إنه مجرد لعبة. جاستن، ركز. أنا آسف. لا أصدق أنك أخي، هذا محرج. إنني أحاول جيداً، سأبحث هنا. أوه، لقد أمسك بي الوحش. مهلاً، إنذار كاذب، إنه مجرد شرائط أضواء. ماذا تفعل الآن؟ دعني أساعدك. يا للهول، لقد كنت محقاً. بشأن ماذا؟ الوحوش. خذوا جاستن، فأنا الذكية بيننا. ها؟ أوه، إنها المزيد من شرائط الأضواء. على اللحظة، يمنحني هذا فكرة. ماذا تفعلين؟ أظن أن بإمكاننا استخدام هذه الأضواء، لكننا نحتاج إلى شيء واحد آخر. لنبدأ العمل. سنبدأ برسمي على الكرتون. سأرسم كوكباً. وسأرسم بعض النجوم. يبدو هذا جيداً، والآن نحتاج إلى ثقب الكرتون. استخدام مفك البراغي مثالي لهذا. سنصنع ثقوباً على الخط الخارجي للنجوم، وسنفعل الشيء نفسه مع الكوكب. والآن سنقطع شرائط الأضواء عبر الثقوب. لا تفوت أي ثقب. الناحية الأخرى من الكرتون لونها أسود، لذا سيبدو التأثير النهائي مذهلاً. لنعلقه على الجدار. هذا هو المكان المثالي. أحسن صنان. أنا فخور بهذا. أشلي، ألا ينبغي أن تنير؟ هل أوصلتها بالمقبس؟ لقد نسيت ذلك الأمر. حسناً، نحن مستعدان. واو، إنها جميلة. إنها جميلة فعلاً. لا أشعر بأن المكان مخيف الآن. سيكون الأمر وكأننا نجلس تحت النجوم. حسناً، ما التالي؟ يوجد الكثير لفعله. لنستمتع بهذا أولاً. هذا جميل. كنت أبحث عن هذه وقت الاستحمام. وداعاً أيتها الصغيرة، لابد أن هناك شيئاً سيسليني. أعرف، يمكنني شراء المرح. علي الانتظار فحسب. ماذا ستفعلين الآن؟ احترسي، أنت غريبة للغاية. لابد أن يفي ذلك بالغراض. لقد نجح الأمر. انظري إلى ذلك، هذا مسل جداً. يعجبني ذلك، هناك أشياء كثيرة لأفعلها. مرحباً. يا من هناك؟ ماذا الآن؟ هل يمكنني تجربتها رجاءً؟ تفضلي. لا يمكنني أن أريها أين أحتفظ بمالي. لدي مال كاف؟ لا يهم، أمسكت بها. انظروا إلى كل هذه الدببة المحشوة. ركزي، سأضع هذه في الحقيبة. رجاء اعملي، هذا مثير جدا. ما هذا؟ هذا محبط جدا، أو ربما لا. خذ قطعتين من الورق المقوى وقص مربعا في إحداهما. ضع إحداهما فوق الأخرى. لونهما بألوان مختلفة واجعل الحواف مستديرة. وبعدها خذ بطاقة بيضاء وارسم أرنبا على البطاقة. يحتاج كل أرنب إلى جزرة. إنه لطيف جدا. ثم أضف الألوان. لا تنسى أمر الجزرة. حاول التلوين داخل الخطوط. تبدو هذه الجزرة مشبعة بالسوائل. قطع البطاقات إلى مربعات كهذا وابدأ بوضعها داخل إطار الورق المقوى. أبقي مربعا خاليا ثم حرك المربعات. هذه أحذية رائعة، إنها صعبة لكنها ممتعة. نجحت بترتيبها. لم أعد أحتاج إلى هذه الحقيبة، لأجرب ذلك مجدداً. ها
هل يعطيك هذا شعورا جيدا يا روبر؟ لا مثيل لتدليك جيد. أو يتصل جاستن بي، علي رد عليه. لقد نسيت تماما أننا سنخرج معا الليلة. مرحبا يا جاستن، إنني أستعد. حسنا أراك حينها. ودان علي الإسراع. أوه لدي فرون على بلوزتي، لا يمكنني الخروج هكذا. إنه في كل مكان، هذا مزعج جدا. أنا أحب هذا الزي كثيرا. أعتقد أن علي تبديل ملابسي، من الأفضل أن أسرع. هذا أفضل. ماذا؟ لا تنتقدوني، إنه مريح. لكن ماذا سأفعل بشأن روفر؟ لن أتركه مع كريس. مهلا، أعلم ما سأفعل. سأحضر بعض الملابس. أعتقد أن هذه ستفي بالغرض. هل أختار سترتي الجلدية أم سترة كريس السخيفة؟ السخيفة تفوز. أحتاج إلى بعض قمصاني أيضاً. سأملأ السترة لأبطنها. سيكون هذا كافياً. ويمكنني استخدام هذه الجمجمة. يمكنني وضعها في غطاء الرأس. يبدو أنني حصلت على جليس كلاب. لقد رأيت من هم أسوأ منه. يا روفر تعال إلى هنا. لدي شخص أود أن تقابله. سيعتني بك هذا الرجل المريب بينما أخرج مع جاستن. لا تقلق، إنه لا يعض. إنني أقصد روفر. هكذا تماماً، اتخذ وضعاً مريحاً. مرحباً يا جاستن، علي تغيير موعدنا، فلدي حالة طارئة. كسر كريس ضفرة. أنت صديقتي المفضلة يا ميمي، أريد معانقتك فحسب. فراقك ناعم للغاية. مهلاً، كلا، توقفي. أعتقد أنني ابتلعت بعضه. إنني مبتل تماماً. لا بأس، أعلم أنك فعلت هذا كدليل على حبك، لكن علي تغيير ملابسي. إن رائحتي كريهة، لا أصدق أن هذا حدث. لكن على الأقل لم يكن برازاً. من الأفضل أن أرتدي شيئاً آخر. ماذا حدث لملابسي؟ لقد اختفت. ماذا سأفعل؟ تبقى حل واحد فحسب، سأضطر إلى ارتداء ملابس ماندي. أبدو جيداً فعلاً بهذه البلوزة. ميمي، هل تحتاجين إلى التبول مجدداً؟ مهلاً، لدي فكرة رائعة. إنه جاهز. ميمي، لقد دنيت لك مرحاضاً. هيا، الآن ستتمتعين ببعض الخصوصية. هل انتهيت؟ تذكري غسل كفوفك. أنا فخور بك جداً. يا له من يوم. يبدو ذلك مكاناً جيداً للجلوس. هذا جميل. أحب أن أكون وسط الطبيعة. يا له من سنجاب صغير جميل. مرحبا أيها الصغير. يمكنني أن أرسمك. لا تتحرك. أوبس، كان ذلك وشيكا. أنا آسفة، سأستغرق دقيقة فحسب. ربما يمكنني أن أستند على المقعد. مهلا، كلا، هذا لا يفلح. لا يمكنني أن أجد وضعا مريحا. لما هذا صعب هكذا؟ هذا محبط جدا. هذه البيتزا لذيذة جدا. هل يمكنني مساعدتك؟ مرحبا، هل يمكنني الحصول على هذا الصندوق؟ سأدفع لك. بالتأكيد، لكن ليس البيتزا. رائع، يمكنني شراء مزيد من البيتزا. هذا يوم حظي. هذا ما أحتاج إليه تماما. سأستخدم هذا كدعامة لرفع الغطاء، ثم سأسند ورقتي عليه. هذا أشبه بحامل الرسام. الآن يمكنني رسمك. يمكنني رسم السيدة التي تأكل البيتزا. تبدو هذه رائعة جدا، لكن رسم الأشخاص صعب جدا. البيتزا هي أفضل طعام حقا. مرحبا، أنت نموذج رسم رائع. ماذا قلت؟ هل ترسمينني؟ ربما يمكنني إلقاء نظرة. سأبقى هادئة. مستحيل، لا أصدق ذلك. إنها تحفة فنية. واو، لقد أغفتني. هذه أنت، آمل أن تكون قد أعجبتك. تعجبني كثيرا. هل تعتقدين أن بإمكاني شراؤها؟ بالتأكيد. شكرا لك، أنت فنانة حقيقية. هذا لطف كبير منك. أمي، مرحبا، أنا قادمة. هل أنت بخير؟ ذلك مؤلم يا أمي، انظري. عزيزتي، مهلا، لدي شيء. كل ما تحتاجينه هو بعض القطن، سوف يوقف النزيف. ها هو. شكرا لك يا أمي. أفعل أي شيء من أجل طفلتي. هل هذه حلوة؟ رائحتها كرائحة الشوكولاتة. ومذاقها أيضا. مرحى، وعاء كامل. أو لا، هل هناك أحد؟ لا أرى أي شيء.
فاتسيو مجموعة من الأثاث. السيد الدب، هو أني، ماذا تفعلين؟ احترسي من لعبتك. ها، أنا أسقط. احذري رأسك. هو لقد أنقذتيني. كان ذلك وشيكاً. لدي فكرة، الإسفنجات مفيدة أكثر بكثير من التنظيف فقط، فهي توفر هبوطاً مريحاً. أوه، هذا رائع. لماذا لا تجربيها؟ لا أشعر بأي شيء. هذا ممتاز. ماذا بعد؟ أوه، رائع. أسرعي يا عزيزتي، لقد تأخرنا. أمي، أحب التسوق معك. أجل يا عزيزتي، والآن ابقي هنا، لدي الكثير من الأغراض لوضعها. آني، هل تحاولين الاختباء؟ لأن أدائك كان سيئاً. هيا بنا، ابقي بجانبي من فضلك. ابقي هنا. حسناً يا أمي. هل هذا ما تظنه؟ حسناً إذن. والآن أين هي؟ آني، ماذا تفعلين؟ آني، أوه، مرحباً يا أمي. هيا بنا. أنا لا أريد. انتهينا تقريباً. حسناً، حسناً، القليل فقط. حقاً يا آني، ما الذي تفعلينه الآن؟ أنت وتلك القلوب، سأحل هذه المشكلة. سنحتاج إلى دائرة، ضع يدك فوقها وتتبعها بواسطة قلم التحديد. حاول فعل ذلك بلطف. انتهيت تقريباً. جيد. والآن سألون محيطها. اخترت اللون البرتقالي الساطع، لكن يمكنك اختيار أي لون تريد. وهكذا نكون قد انتهينا. ثبتها على سيارتك مباشرة. لا تقلق، هذا ليس دائماً. هكذا، رائع. آني، هيا بنا يا عزيزتي، ضعي يدك. واو، هذا رائع. هذا طابع يدي الخاص. هذا مذهل. لا تتحركي. حسناً، ما زلت تضعين يدك. هذا رائع يا عزيزتي. أليست هذه الحديقة رائعة؟ يا للهول. رائع. مرحباً إيفا، انظري كما أنا مرتفعة. انزلي إلى هنا حالاً. كلا، إنها لا تطيعني أبداً. إيفا، سيد باناناز، أنا قادمة. أوتش، أصبت بشظية. لهذا لا نتسلق الأشجار. لكن أي نوع من الأمهات سأكون دون أن تكون لدي عدة حيل جاهزة؟ ليس لدي ملقط، لا مشكلة. سحبة صغيرة، لقد أخرجتها، أرأيتي؟ أنت ساحرة يا أمي، شكراً لك. سأراك فيما بعد. مهلاً إيفا. روم روم، هذا القارب يطير في الهواء. اشتريت أغراضاً كثيرة، إنها ثقيلة جداً، سأضعها على المنضدة. أوه، انظروا إلى هذه الكعكة، أنا أحب الكعك. سأكل هذه الكعكة كلها. مهلاً، ربما يجب أن أقطع شريحة فقط. هذه الطماطم طازجة عزيزي. هل السكين؟ ماذا تفعل بالسكين؟ لا، ضعها جانباً، ستجرح نفسك. توقف، سأنقذك. ما كل هذا الضجيج؟ أعطني هذا، أنت تعرف القوانين المتعلقة بالسكاكين. أريد قطعة من الكعكة وأحتاج إلى السكين. السكاكين خطيرة جداً للصغار ولا يمكنك استخدامها. حسناً، دعني أصنع لك سكيناً ورقياً. ليس عليك سوى إضافة مقبض إلى هذه الشفرة الورقية. ها هو يا صغيري، هذا هو السكين الذي يمكنك استخدامه. ياي، سكين لي؟ يمكنني الآن تناول بعض الكعك. سأقطع أكبر شريحة على الإطلاق، أنا أحب الكعك. أعلم أنك تحبه. يمكنني الآن العودة إلى عملي. والآن أين وضعت تلك الطماطم؟ هذه الكعكة رائعة، إنها شهية. أريد المزيد من الكعك. سأتناول قطعتين إضافيتين. سأدفعها إلى فمي. لذيذة. اشترت أمي حلواً أيضاً. أنا أحب الحلوى والشوكولاتة. وأخيراً أفرغت هذا الكيس. مهلاً، هل لا تزال الكعكة هناك؟ هل أكلت الكعكة كلها وتلك الشوكولاتة أيضاً؟ من أين حصلت على الحلوى؟ لابد أنني أتخيل. تتصرف أمي بشكل غريب. لا أصدق أنه تناولها كلها. إنها كعكة كاملة. لا،
ولكن أريد هذا. لا، لقد تناولت الكثير بالفعل. أنت لئيمة جداً، أنت أكثر الأمهات لئامة على الإطلاق. علي الآن تنظيف هذه الفوضى أيضاً. لا أصدق كيف تمكن من أخذ هذه الشوكولاتة أيضاً. في الواقع يمنحني هذا فكرة جيدة. سأضع الكثير من الشوكولاتة في هذا الوعاء. سأذيب الشوكولاتة فقط في الميكروويف، لكن لن أضعها لفترة طويلة. أعتقد أنها جاهزة. لا أريد أن أتركها أكثر من اللازم. إنها دائبة كما أريد. سأسكبها الآن في هذا القالب. أوه، انظروا إلى كل هذه الشوكولاتة المذابة. وضعت الشوكولاتة كلها في القالب، والآن أصبحت صلبة ولم تعد دائبة، مما يعني أن بإمكاني إخراجها من القالب. علي الانتهاء من تقطيع هذا البروكلي. بقي القليل فقط وسأنتهي. أمي، ماذا تفعلين؟ أنا جائع، أريد وجبة خفيفة. حسناً، يمكنك تناول هذا كوجبة خفيفة. ها؟ ما هذا؟ بروكلي فظيع، لن أتناوله. هذا ليس غريباً، القليل من الأطفال يحبون البروكلي الني. لحسن الحظ أن لدي لوح التقطيع الجديد هذا، لأنني أحتاج إلى تناول وجبة خفيفة. سأشاهد بعض البرامج التلفزيونية أو بعض مقاطع الفيديو المفضلة لدي. ها؟ ما هذا البرنامج؟ لم أره من قبل. أوه، رسومات على الجسم؟ يلا من رسومات جميلة. أوه، الرجل العنكبوت هو المفضل لدي. إنه الأفضل على الإطلاق. أتمنى أن أكون سبايدر مان، سيكون ذلك رائعاً. هاي، ما هذا؟ أوه، المزيد من الرسومات. أريد واحداً، إنها رسومات جميلة. أنهيت كل مهامي اليومية. هاي، توقف، إلى أين أنت ذاهب؟ سأحصل على رسومات كهذا. مهلاً، ماذا؟ بالطبع لا. حسناً. يفكر هذا الطفل بطريقة غريبة جداً. هل ستبث حلقة جديدة من برنامجي المفضل؟ مرحباً أمي. أهلاً بك يا صغيري. ماذا هناك؟ يا إلهي، ماذا فعلت؟ لقد رسمت على ذراعيك بالكامل. أليست هذه الرسومات رائعة يا أمي؟ لا لا لا، علينا تنظيف هذا. لحسن الحظ أن الحبر لم يجف بعد. ولكن يا أمي، أنا رسمتها بنفسي. لقد اختفت كلها، هذا ظلم. آسفة يا صغيري، لكن هذا غير مقبول. ربما يمكنني مساعدتك. دعني أستخدم أعلى هذا الغطاء لرسم الدوائر. والآن يمكنني استخدام هذا القلم لتحديد الدوائر. سنتمكن من غسلها لاحقاً عند الحاجة. ثم سأنتقل إلى استخدام هذا القلم الأحمر للحصول على بعض الألوان. في الواقع يبدو هذا جميلاً جداً. سأحدد التصميم الأحمر بالمزيد من الأسود لجعله أكثر وضوحاً. ثم سنقوم بعكس ذلك التصميم بخط أسود آخر. أعتقد أنه يمكننا أن نستخدم القليل من الأزرق. سنرسم تصميماً جميلاً على الجوانب. يجب التأكد من أن الخطوط الزرقاء متشابهة. سنقوم بملء هذه السطور قليلاً أكثر، ثم نضيف المزيد هنا في الأعلى. ولقد انتهينا، ما رأيك؟ واو، وشم حقيقي، إنه رائع. هاي، أبدو مذهلاً، شكراً يا أمي. على الرحب والسعة يا صغيري. أليس هذا ألطف شيء رأيته على الإطلاق؟ أعتقد أنه يستحق مكافأة صغيرة. افتح فمك. أعتقد أنها أعجبت. هل ترين؟ إنها تمر في المريء بأكمله. واو، تبقى شيء واحد بعد هذا. تفضل أيها الصغير، لنرقص رقصة الهضم. حسناً، أعتقد أنه قد حان الوقت. استمتع بالتبرز أيها الصغير. أعتقد أنني أرى خروج البراز. أوه، هذا مقزز ورائع نوعاً ما. هل انتهيت؟ إن ملمسه مثل الرمي الرطب. أوه، هذا مقزز. أنا آتية. أنت تحركي. أوه، من المستحيل أن تدخلي أولاً. وها أنا ذا. أوه، هذه الأرضية صلبة بالتأكيد. كدت أصل. لن يقف السرير في طريقي اليوم. أجل، كان هذا سلساً جداً. توقفي عن الإسراع هكذا، هل فعلتي؟ لقد دخلت. لا يهم، روتين الشعر الصباحي. انظروا، انظروا إلى خصل الشعر الجميلة هذا. لنتخلص من رائحة الفم الكريهة. هذه كلها أجزاء من العملية. ثم يأتي دور حفل الحمام الموسيقي. أجل، ارفعوا أيديكم. ما الذي تفعله في الداخل؟ لكن الصباح لا يكون جيداً دون هذه الراحة المبكرة. هل تكتب رواية في الداخل؟ مهلاً لحظة،
أعلم كيف أسرع الأمر قليلاً. ها، ماذا يحدث؟ سيعلمها هذا درساً. كان ذلك قاسياً جداً، لكن أعتقد أن بإمكاني تغيير الوضع بمساعدة بسيطة من هذه الأداة. سأضعها على مقعد المرحاض مباشرة، ثم سأغلق الغطاء وسنحصل على إضاءة يا أعزائي. وبأي درجة لون تحبونها أيضاً؟ وكأنه عرض ضوئي خاص بها. ها، هذا أفضل كثيراً. الآن يمكنني البقاء هنا للأبد. ودان، أشعر وكأني امرأة جديدة. هذا الضوء، هذا رائع، لأنني سأعد خدعة ملحمية. ما رأيكم في أن تدخلوا وتروا هذا؟ لا يمكنني نسيان الرائحة. إنها منعشة جداً إن كنتم تحبون رائحة الحظائر. أخيراً، يا للهول، ماذا فعلت هنا؟ أوه، هذا سيء جداً. لا، لابد أنك تمازحينني، هذا غير مقبول. هذا أفضل. الآن علي تأدية بعض الأعمال هنا، لكني سأستخدم أقل مجهود ممكن، لأن هذه المادة ستنظف نيابة عني. ألا تبدو الألوان ممتعة نوعاً ما؟ ينبغي أن تزيل تلك الأوساخ فوراً، بلا حاجة إلى الفرك. أدي عملك أيتها الإسفنجة المخيفة الصغيرة. لا يمكنني نسيان وضع عامل رغوي، الكثير منه. الآن أصبح هذا شبيهاً بحق هنا. أعمل أنني استخدمت ما يكفي. علينا دفق الماء الآن فحسب. ودعاً أيها البراز المقزز، لن أفتقدك أبداً. الآن انظروا إلى هذا الجمال، والرائحة رائعة أيضاً. حان دوري الآن. هذا أشبه بالجلوس على مكعب ثلج. هل يمكنني فعل شيء بالمناديل؟ سأحاول على الأقل. هكذا لن تلمس بشرة المقعد. وهنا ما زلت أشعر وكأن المقعد مثلج، وبشرتي لا تكذب، لقد انتصبت شعيرات ذراعي، أترون؟ لكن لدي فكرة أفضل. لعبة بوبات، اخرجوا أيها الصغار، أطلقوا سحركم، اجلسوا على المقعد كي لا أضطر أنا إلى ذلك، وكأنها تصنع حاجزاً. هذه هي القطعة الأخيرة، أليست هذه فكرة عبقرية؟ كذلك تبدو جميلة. الآن لنجرب هذا. أجل، إنه دافئ جداً، لا ينبغي أن يستغرق هذا وقتاً طويلاً، لقد أخبرتكم بذلك. يوحي لي هذا بفكرة. هو أجل، يمكن الاثنتين لعب هذه اللعبة. مهلاً، علي إذابتها بطريقة ما. هذا مثالي، لنفعل هذا. هل هذه الشوكولاتة أم كتل من البراز؟ أمل أن يفترض الناس أنه براز. يمكنك الدخول. يا إلهي، أخيراً. ماذا؟ تفقدي هذا؟ يمكنك الجلوس عليها مباشرة. هل أنت جادة؟ يبدو هذا رائعاً جداً. أنا آتية. ما الذي يدس عليه للتو؟ أنا. هل يوجد أروع من هذا؟ الانتقام حلو بالتأكيد. لا يمكنني التحرك. أعتقد أنني سأتقيأ. أبعدي عني. حسناً، حاولي الاحتفاظ بهدوئك. أكره أن تكون لي شقيقة بالتأكيد. أعتقد أنني سأستحم سريعاً دون ماء كما هو واضح. هذا أشبه بحلم سيء. أين يمكنني غسل قدمي؟ أعتقد أن هذا قد يكون مفيداً. سأتولى هذا. سأحصل على قدمين نظيفتين. سأملأه بالرغوة وأضع قدمي فيه. أهلاً، إنه يدغدغني نوعاً ما، لكنه باعث على الاسترخاء نوعاً ما، وكأنه تدليك جميل للقدم. الآن سأنقل قدمي إلى الحذاء لأشطفها. أخيراً، تبدو بشرتي جميلة ونظيفة. سأرسل هذا إلى صاني بالتأكيد. لا شيء يزعجني، هل ترين؟ ماذا؟ رسالة نصية؟ كيف أصبحت قدمها نظيفة بالفعل؟ ماذا يحدث في الداخل؟ ماذا؟ لا يمكنك خداعي يا أختي. هل تحتاجين إلى غسل شعرك؟ لأنك تحتاجين إلى هذا الآن. هذا مقزز. اتركيني وشأني فحسب. أشعر بأنني مقززة جداً. يا إلهي، أمدني الشامبو بشعور رائع. والآن سأصفف شعري.
هذا جميل جداً. أتمنى لو لم يستغرق هذا وقتاً طويلاً. حسناً، إنني أحرز تقدماً هنا أخيراً. هبدو جميلة، لقد انتهيت. أين الجميع؟ ما هذا؟ لقد صففت شعري للتو. هاو، لقد أصبت الهدف. تعتقدين أن هذا مضحك، أليس كذلك؟ ابتل شعري تماماً مجدداً. ارتدي هذا في المرة القادمة. أوه، بلاستيك؟ في الواقع، أعتقد أن بإمكاني استخدامه. سأضع شعري في هذا الكيس، ثم سأقلبه على رأسي وسأربطه من الخلف. أحتاج إلى ثقب صغير هنا لكي أضع فيه مجفف الشعر. أهلاً بالحرارة. هذا أشبه برحلة إلى صالون التصفيف، أليس كذلك؟ هل جننتي؟ حسناً، لما لا تحكمين بنفسك؟ يبدو رائعاً جداً بالنسبة إلي. أنا مصدومة. من الأفضل أن نذهب وإلا فسنتأخر. ينتظرنا يوم طويل. لما لا يفتح هذا الباب؟ لقد احتجزنا في الداخل. لا أصدق هذا. أعتقد أننا سنتسكع في الحمام. لقد أردت بشدة الدخول هنا مبكراً. والآن لا أريد سوى الأكل. هل يوجد شيء صالح للأكل هنا؟ قد أحمل معي وجبة خفيفة أو اثنتين. هجل، أنت رائعة. احملي هذا. مهلاً، يحدث تناول هذه الشطيرة فوضاً هائلة. لا يمكنني الفوز اليوم. أوه، حسناً، ربما يمكنني إصلاح هذا. تفضلي، يمكنك ارتداؤه كصينية طافية. سيحمل مشروبك حتى، هل ترين؟ بالهناء والشفاء لي. هل هذه قضمة مثالية أم هذه هي القضمة المثالية؟ إنك متمكنة من الأمر. أنا في مزاج لتناول شيء حلو. ولأتابع موضوعنا، سأتناول من مرحاض. حسناً، إنه مرحاض مليء بالحلوى على أي حال. هذا لذيذ جداً. يا فتاتان، هل أنتما في الداخل؟ ماذا؟ إنه أبي، لندعه يواصل الطرق. تبدو لي كخطة مناسبة. ليس المكان سيئاً جداً هنا في النهاية. لقد كنت أحتبس هذا. كانت الأمور على وشك أن تصبح فوضوية. أوه، لقد حدث تناثر بسيط. لكني أعرف كيف أوقف ذلك. سأحتاج إلى قطعة من المناديل. سأضعه أسفل المرحاض. لا مزيد من التناثر ولا مؤخرة مبللة. هذا كوب قهوة لذيذ. أفضل طريقة لبدء اليوم. عذراً يا حبيبي، أنا أحتاج إليه بشدة. إنني قادمة. شخص ما في عجلة من أمره. أعتقد أنني سأنتظر. ما الذي حدث للتو؟ يا للأطفال، أليس كذلك؟ هذا أفضل. انتهيت. أو الرائحة كريهة. ما الذي كنت أتناوله؟ مالان، نفذ منا المعطر. هذا ما كنت أحتاج إليه. ستكون الأمور على ما يرام. لقد انتهيت من عملي هنا. ما الذي يحدث بالداخل؟ إنه متاح لكما. أخيراً. يمكنك الدخول أولاً. مستحيل، أنا أقدر صحتي. الرائحة سيئة للغاية. كيف يمكن لشخص واحد أن يصدر هذه الرائحة؟ إنها تلسع الأنف. أنت بحاجة لرؤية هذا يا حبيبتي. هذا مقرف. نحن بحاجة لتنظيفه. يمكننا استخدام هذا. إنه فارغ. بعد اللحظة، أنا أعرف ما يجب فعله. لنفعل هذا، سأحتاج إلى الصابون السائل. سأحتاج إلى وعاء أيضاً. سأضيف الصابون إلى الوعاء. سنحتاج إلى الكثير. ينبغي أن يفي هذا بالغرض. ثم سأحتاج إلى الجيلاتين. سأنثر هذا في الوعاء. هكذا تماماً. هذا مثالي. ثم سأضيف بيكربونات الصوديوم. هذا مثل صنع كعكة. على الرغم من أنني لا أعتقد أن هذا سيكون لذيذاً، أريد أن تكون الرائحة جيدة. لذا سأعصر معجون الأسنان في الوعاء. سيجعل المزيج برائحة النعناع. أعتقد أن هذا كل شيء. أحتاج إلى مزج. سأستخدم عصا المثلجات لمزجهما. تبدو الأمور جيدة. الآن سأضعه في الحقنة. سأضع الغطاء بإحكام.
تام، أعتقد أنه جاهز. حان وقت تنظيف المرحاض. ستحتاجين إلى هذا. كل شيء تحت السيطرة. سأرش المزيج حول المرحاض. سأصنع قمما صغيرة. هذا مثل تزيين الكعكة. لنستخدم ألوانا مختلفة. لقد استخدمت صابونا ومعجون أسنان مختلفين لهذا. حسنا، حان وقت دفق الماء. أشم الرائحة. إنها متعة للحواس. لا، أخرج من هنا. أسرعي يا حبيبتي. أخيراً. مرحباً يا أبي. هل تمزحين معي؟ أنتم ترون ما يحدث، أليس كذلك؟ كواك كواك يا صغيري، علينا تنظيفك. انتظر، هل أنت تتبول؟ هذا مقرف جداً، لقد حذرتك من هذا. ما هذه الرائحة الكريهة؟ إنها رائحتي. من الأفضل أن أحضر الصابون. ها هو. إنه برائحة جوز الهند. إنه زلق. عد إلى هنا. تعتقد أن بإمكانك الهرب، أليس كذلك؟ بدأ هذا يصبح مزعجاً. أمي، تعالي هنا. ما الخطب يا جاستن؟ الصابون شرير، يستمر في الانزلاق من يدي. هذه مشكلة كبيرة حقاً. أحتاج للتفكير في هذا. انتظر، أعرف ما يجب فعله. أولاً سأحتاج إلى قطعة من الصابون ومبشرة. سأبشر الصابون. سأجمع القشور في وعاء. سأحتاج إلى الكثير. سأحتاج إلى حوالي نصف القطعة. لا ينبغي أن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً. ثم سأذيبها. سأخذ لعبة الفقاعات الخاصة بجاستن. سأصب الصابون السائل في لعبة الفقاعات. لا يزال يوجد المزيد لفعله. سأحتاج إلى مجفف شعري. سأستخدم هذا لأجعل الصابون يتصلب. يحتاج إلى دفعة هواء سريعة. سأضع الغراء على الجزء الخلفي منه. سأخذ قطعة من القماش وسألصقها بالصابون. ثم سأضع المزيد من الصابون بالأعلى. ينبغي أن تلتصق معاً. جاستن، شاهد هذا. أعطيني إياها. هذا بالضبط ما أحتاج إليه. إنها رائعة. شكراً يا أمي. هذا ما تفعله الأمهات. هل أنت جاهزة للذهاب يا جاسمين؟ يا أمي، ما الأمر؟ أحتاج إلى الذهاب إلى الحمام بشدة. هل تمازحينني؟ حسناً، لكن أسرعي. يمكنك الاعتماد علي يا أمي. يحدث هذا في كل مرة. هل انتهيتي؟ كان الأمر رهيباً يا أمي. كان في كل مكان. لم أستطع إيقافه. انظري إلى فستاني. ما الذي حدث؟ لا أريد التحدث عن ذلك، لكن حسناً. لم يكن علي احتساء تلك الصودا الإضافية. مهلاً، يبدو المرحاض مختلفاً. إنه مرحاض للبنات الكبيرات. انظروا إليه، إنه ضخم. حسناً، أستطيع فعل هذا. كما يمكن أن يكون صعباً. النجدة. لم يسر هذا وفق الخطة. حاول المرحاض أن يأكلني. لديه عقلي الخاص. إنه خارج عن السيطرة. عن ماذا تتحدثين؟ فهمت. تعالي معي. أحتاج إلى هذا الجهاز المفيد. هذا هو المقعد المثالي لك. هيا جربيه. انظروا إلى ذلك. ابتعدي عن طريقي. خطوة صغيرة لجاسمين، قفزة ضخمة للحمام. إنه مريح. سأتركك لما تفعلين. شكرا يا أمي. هذا مثير للاهتمام جدا. مهلا، يوجد شيء مختلف. هل حصلنا على مرحاض جديد؟ سأجربه. يمكنني أن أعتاد على هذا. نعم. هل حل الصباح بالفعل؟ أنا مستيقظ. حان الوقت للعب قليلا. أنا أبدو جميلة. لا يوجد تغيير في ذلك. رائحة نفسي كريهة. من الأفضل أن أستعد. يجب أن أرتدي ملابسي. إنه يوم جميل آخر. أتساءل أي مغامرات تنتظرني. أريد أن أعود إلى السرير. ما هذا؟ ماذا تفعل هذه على الأرض؟ لقد أريت تلك العبوة ما تستحق. لنفعل هذا؟ لقد أتقنت روتيني الجمالي. أحتاج دائماً إلى أن أظهر في أبهى حلة. على الأقل لدي جميع المنتجات المفضلة لدي. سأبدأ بشعري. يجب أن يبدو في أفضل حالاته. لكن الأمر يستحق المجهود دائماً. ما التالي؟ سأستحم في حوض الاستحمام. أستحق بعض الوقت لنفسي. هذه أفضل طريقة لبدء اليوم. لننهي هذا. ما الذي أحتاجه؟ انظروا إلى هذه الفوضى. يجب حقاً أن أنظف. لكن يبدو أن الأمر يتطلب الكثير من العمل. وأنا رجل مشغول. لكني لا أستطيع أن أترك المكان هكذا. لدي فكرة. أنا عبقري.
علي الإسراع. كان يجب أن أفكر في هذا في وقت سابق. أنا ذكي جدا، علي أن أكون هادئا، لن أحدث أي حركات مفاجئة. لا يمكن أن تعرف ليلي بوجودي هنا. أها، هذا هو ما كنت أبحث عنه. سأبعد هذه الخردة فحسب. أوه، لديها الكثير من المنتجات. هاو، رائحة هذا رائعة. ركز يا جاستن، انتهينا تقريبا. حان وقت الرحيل، إنها الجريمة المثالية. ليس لديها أي فكرة. أراك لاحقا. سيبدو هذا رائعا في حمامي. آه، لقد نجحت. دعنا نجد مكانا جيدا لك. أها، بجانب الحوض. سيفي هذا بالغرض. الآن يمكنني الاسترخاء. يا له من صباح. الحمام جاهز. أنا أتطلع إلى هذا. سأحصل فقط على بعض المنظفات. مهلا، ما الذي حدث؟ جاستن سيواجه مشكلة كبيرة جدا. يفعل هذا دائما. أنت، ما المغزى من هذا؟ ألم تسمعي عن طرق الباب؟ هذا يخصني. لا تفعل ذلك مرة أخرى. لا، إنه يكمل مظهر المكان حقا. في المرة القادمة لن أكون لطيفة هكذا. إنه لا يصدق. سأعيد هذا إلى المكان الذي ينتمي إليه. سأخبر أمي عن هذا بالتأكيد. إنه يعبث بأشياء دائما. ليلي، لا أحد يفسد وقت الحمام. هذا ملكي الآن، لا يمكنك إيقافي. ها، حقا، سنرى حول ذلك. ما للحظة، لدي فكرة أفضل. سأفرغ هذه الصناديق وسأضعها على جانبها، ثم سأمسك بمسدس الغراء خاصتي. سأضع خطا رفيعا من الغراء على الحافة. أنا لا أريد ترك أي فجوات. الآن سألصق صندوقا آخر عليه. سأستمر في فعل هذا وسأكدس الصناديق فوق بعضها البعض. أعتقد أنني انتهيت. مرحبا جاستن. هذا رائع. أين كان هذا طوال حياتي؟ ليلي، ماذا تريدين؟ لقد أتيت في سلام. لقد صنعت هذا من أجلك. ماذا؟ لدي رف خاص بي. مهلا، لقد أثرت فضولي. حسنا، لديك صفقة. هاو، انظروا إلى ذلك، إنه جميل. لقد كان من دواعي سروري التعامل معك. لا يهم، ابتعد عن أرففي فحسب. مرحة، هذه لعبة الفقاعات المفضلة لي. أحب الفراشات. يا إلهي، إنها تتصرف كملاك صغير. هو مرحبا، لم أرك منذ عصور. كيف حالك؟ هيا لنذهب للتمشية. أجل، إنها تفعلها. هل تظني أن بإمكاننا التجول في جميع أنحاء العالم؟ هاو، انظري يا دميتي، مسبح. أحب السباحة. واو، هل تشعرين بالعطش؟ عليك تناول مشروب. تفضلي، كيف تشعرين؟ هاو، كلا، أين ذهبت؟ هاو، إنها هناك. لا أصدق كم كبرت منذ آخر مرة رأيتها. يا دميتي، هذا ليس ممتعاً الآن. هاو، انظري إلى هذا، توجد كرة هناك. أو إنها كرة جيدة أيضا، لقد أحببتها. إنها بالأحمر والأزرق. عودي أيتها الكرة، توقفي عن الابتعاد، أريد اللعب بك. أو أيتها الكرة، انظروا كم هذه الشجرة طويلة. إنها أفضل شجرة على الإطلاق. شجرة شجرة، أراهن أن بإمكاني هزك لتسقطي. أمزح فحسب. أنا مهووسة بهذا الكتابة تماما. ها، أين هي؟ كلا كلا كلا، إنها مفقودة. إنها ليست في أي مكان هنا. ها هي دميتها، لكنها تأخذها إلى كل مكان. معذرة، مرحبا، أرأيت فتاة صغيرة هنا؟ إنها تبدو هكذا، إنها لطيفة جدا. أو آسفتان، لكننا لم نرها على الإطلاق. أين يمكن أن تذهب؟ هو هاتفي، مرحبا. أجل أجل، يا إلهي، شكرا جزيلا. هو أين هي؟ أو ملاكي يا عزيزتي. مرحبا يا أمي. أو شكرا جزيلا لك على إعادتها. من أين علمتِ كيف تصلين إلي؟ أوه حسناً، إنها ترتدي سواراً. يا إلهي، لقد نسيت أنني صنعت لك ذلك السوار. لقد أخذت خيط صيد وبعض الخرزات، واستخدمت القلوب لأجعله جميلاً، ووضعت رقم هاتفي أيضاً، وأخيراً وضعت اسمها أيضاً. حسناً، شكراً جزيلاً لك على إعادة آني إلي. والآن لوحي لبطلتك يا آني وودعيها. جاي من الرسمة، هذا القلم لا يعمل. ربما إن لعبت لا يزال لا يعمل. هذا مزعج، قلم غبي. أريد أن أنهي رسمتي. احترسي يا ابنتي. سأجرب القلم الوردي، ما زال لا يعمل. كان ذلك وشيكا. هذا يكفي، ما المشكلة؟ لا يمكنني إنهاء رسمتي، أقلامي لا تعمل. هذه مشكلة حقيقية، ربما أستطيع حلها. وجدتها، ستحل أمك هذه المشكلة بسرعة. سأحضر منديلا مبللا وأطويه.
ثم سأضع هذا المنديل على شريط لاصق. سأضع عودة تنظيف أذان على المنديل وألفه بهذا الشكل. يجب أن يبقى الطرفان القطنيان خارج المنديل. تلف المنديل بالشريط اللاصق ثم أقصه. سأسكب الآن بعض الحبر على القطن. سيمتص المنديل الحبر وحصلت على قلم تلوين. تفضلي يا صغيرتي. واو، يمكنني الرسم. شكرا يا أمي، إنه رائع. سأرسم الشمس. أنت رسامة موهوبة. الرسم بهذا القلم ممتع. انتظروا حتى يرى العالم إبداعاتي البراقة. مفاتيح لامعة. هل تستمتعين يا آني؟ آني، أو لا، لقد أجريت تعديلات أجمل لجهازك. لا أصدق، لا تلمسي أشيائي أبداً. كنت أحاول المساعدة فحسب. هل تعرفين تكلفة هذا الجهاز؟ لا تكوني لئيمة. ها؟ ما مشكلة الأضواء؟ ما الذي يحدث؟ هل هذه خفافيش؟ ماذا سنفعل؟ ها؟ مرحباً أيها البشر. ماذا؟ ما هذا؟ أمي! ليست أفضل وجبة، ما زلت جائعاً. وأنا أيضاً، من فضلكما اتركاني. يجب أن نأكل. أجل، أو ربما يمكنكما أن تتبنياني. اقتراح مثير للاهتمام. أجل، مثير للاهتمام جداً. حسناً، هيا بنا. أحبك أيها الدب. ما هذا؟ إفطارك يا عزيزتي. أوه، هذا مقزز، مستحيل. لا، إنه مجرد عصير طماطم. أوه، يمكنني شرب ذلك. اشربي. لذيذ، أشكرك. أكره البشر وصعوبة إرضائهم. على أي حال، هيا أيها الدب، إلى الأسفل. هل شربته كله بالفعل؟ هذا غير عادل، أريد المزيد من فضلك. حقاً؟ ما زلت أشعر بالعطش. ها؟ حسناً، تفضلي. أشكرك. أوه، أريد المزيد. ها؟ بهذه السرعة؟ تفضلي. لا أصدق، لا يمكنني إنجاز أي شيء. المزيد، 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 هيا، كفى. لكني أريد المزيد من فضلك. حسناً، لا أعرف. أوه، لحظة واحدة. ها؟ لا، كوب يمكنني استخدامه، لكن سأضيف أولاً بعض اللمسات الإبداعية. إنه من أجل ابنتي، ولهذا سأرسم لها شيئاً مألوفاً. أليس رقيقاً؟ مرحباً بمصاص الدماء الصغير. نريده سعيداً ومبتهجاً، ثم نستخدم زجاجة المياه. بعد ذلك نستخدم ماسة بلاستيكية ونضعها بهذه الطريقة. جيد جداً، والعصير قادم. يا له من لون أحمر جميل. نعم، نملأها إلى آخرها. والآن نعيد الغطاء إلى مكانه. ممتاز. والآن عندما نشعر بالعطش نحصل على العصير. شكراً أيها الصغير. ماذا؟ هذا رائع. هل يمكنني تجربته الآن؟ حسناً، أعطيني بعض العصير. إنها لا تتعب أبداً، أليس كذلك؟ أوه، نخبك. هذا يوم سيء يا أمي. ها؟ رجعت إلى البيت بهذه السرعة؟ لماذا كان يومك سيئاً؟ حسناً، لا تغضبي، لكن أعتقد أن معلمتي تكرهني. انظري إلى وجهي، لقد جعلتني أرسب. أوه، هذا سيء جداً. لماذا أنا؟ مهلاً، أعتقد أن بإمكاني المساعدة. سنبدأ بمربع فارغ، يمكننا أن نكتب عليه ما نشاء. هل ترين كل هذه الأرقام؟ نكتب حتى الرقم 10. جيد جداً، ثم نضع شريطاً مطاطية أسفل الصف. ثم نستخدم قطعتين من الماصة ونربطهما على الشريط ونضعهما على اليسار.
بعد ذلك نضع مربعا من الشريط اللاصق فيكون بمثابة سبورة صغيرة، ثم نمرر جزئي الماصة لجمع الرقمين. نعم الإجابة 4. ثم نمسح ونبدأ من جديد. والآن يمكنك التدرب. حسنا، ماذا عن هذه المسألة؟ 5+1 الإجابة 6. لقد فعلتها، إنها مفيدة حقا. أشعر بأنني ذكية بالفعل. أترين؟ أشكرك يا أمي. إنني أحاول. واصل البحث عن تلك القذارة، إنها طعام العشاء. أنا أبحث يا أمي. ذلك كان مؤلما. كما تدربنا يا عزيزتي، هبوط مثالي. من هاتان؟ أمي توقفي عن ذلك. أيها النادل، أين شرابنا؟ دم، إنها المفضل لدي. واو، نقود بالمجان. لا تأكليها، ما مشكلتك؟ هذا منعش، أفضله من المصدر مباشرة. فكرة جيدة. لا تفعلي ذلك. هذا يوم سعدنا. واو، هذا بالضبط ما نحتاج. لنغادر حالا. أمي، هل أنت هنا؟ يوهو، هل حل الليل بالفعل؟ أنفي، كان هذا مؤلما حقا. تابوت غبي. أمي تمهلي يا أمي، سأحوله إلى حطب للنار. حسنا، كان ذلك قويا. أعرف ما علي فعله. سأستخدم هذه الأداة الصغيرة، ستبقي باب النعش مفتوحا. هكذا بالضبط، ما رأيك أمي؟ أحسنت يا صغيرتي. هذه اللعبة جيدة، لا يمكنني التوقف عن اللعب. ممتعة جدا. لا، هذا غير ممكن. أمي، ماذا حدث؟ أطفئت الأضواء والمكان مظلم. كنت ألعب لعبتي. سأتولى الأمر. مهلا، أحد يتصل. مرحبا، أنا بحاجة إلى مساعدتك، إنها حالة طارئة، لكن ذلك مكلفا. هذا عمل كبير، سأدفع أي شيء. سأحصل على الكثير من المال لنفعل هذا. هذا أفضل، وأنا أستطيع أن أنهي لعبتي. مهلا، هل هذا مقلب؟ هذا ظلم. ماذا هناك؟ لا تقلقي يا صغيرتي، انظري إلى ما لدي. يمكننا أن نصنع لعبتنا الخاصة. راقبي هذا، سأمرر يدي من خلال الثقبين وسأحاول العثور على أجزاء الجسم المختلفة، ثم سألصقها على اللوحة. هل تريدين تجربتها؟ يبدو هذا ممتعا حقا. حسنا، دوري الآن. هذا رائع يا أمي. لقد وجدت شيئا، أعتقد أنها العيون. سأهزمك. أعتقد أن هذه هي كل القطع. لنرى النتيجة. يبدو ذلك سخيفاً، وجهي أسوأ حتى. كنت أعلم أنه سيعجبك. هل رأيت ذلك؟ بالطبع، هذا البرنامج مضحك جداً. يبدو أن هناك انقطاع للتيار الكهربائي. يمنحني هذا فكرة، هذا مخيف بعض الشيء. وحش، مصاصة دماء خائفة من الظلام. أين ذهبت؟ ماذا؟ صائد مصاصي الدماء، ابتعد. هذه أنا يا أمي، لا تقلقي، كنت أصنع دمى الظل. حقا، أنا كنت أعرف ذلك، لم أكن خائفة. حسنا، ربما قليلا فقط. مهلا، منحني هذا فكرة، سيعجبك هذا. أن يستغرق الأمر وقتا طويلا، سنقص من هنا والقليل من هنا. هذا مدهش، هذه تحفة فنية يا أمي. إنه مسرح ظلال الورق. مهلا، هناك المزيد، سنحتاج إلى مصباح يدوي، سأضعه هنا ليبدأ العرض. فراشة صغيرة لطيفة، ماذا يوجد هناك أيضا؟ مرة أخرى، يعجبني هذا. أمي، هل أنت من تفعلين ذلك؟ أفعل ماذا؟ لقد فاتك العرض. لا، هذا غير معقول، لا أعرف من يفعل ذلك. أنا متحمسة جدا يا أمي، أنا جائعة جدا. لماذا تأخروا؟ أين النادل؟ تفضلي يا سيدتي، بالهناء والشفاء. ما هذا؟ يستحيل أن أتناول هذا. حضر هذا الطبق على يد طباق ماهر. لا يهمني، أنا مصاصة دماء. حسنا، سأعود حالا. أسرع. هو طعام، أنا متأكدة أنه سينال إعجابك. انظري إلى هذا. لا، افعلي شيئا يا أمي. هذا لا يصدق،
هاي، أحضر لابنتي شيئاً لذيذاً وإلا... حسناً، إذا كنت تقصدين هذا، سيكون هذا مؤلماً. ربما هذا سيرضيك. عين طرية، استمتعي. عين؟ هذا أفضل، إنه الطعام المفضل لدي. متحمسة لتذوقها. إنها طرية حقاً، لذيذة جداً. يمكنك الذهاب الآن. هل أنت جادة؟ شكراً لك، هذه من أجلك، أنت تستحقها. هذا ما كنت بحاجة إليه بالفعل. هاي أمي، أريد واحدة أخرى. لكن أنا بحاجة إلى هذا. بطني تزقزق، أحتاج إلى تناول شيء ما وبسرعة. ماذا لدينا هنا؟ هذه الخزانة فارغة. يا إلهي، هذا مخيب للآمال. وأخيراً، ليس كثيراً ولكنها البداية. مهلاً، الثلاجة، لماذا لم أفكر في ذلك مسبقاً؟ هذا ليس جيداً. خبز فاسد وعناكب، أعتقد أن هذا سيفي بالغرض. يبعث هذا على الشعور باليأس. ماذا يوجد هنا؟ خفاش مشعر. مهلاً، إنها أمي في حسب. مرحباً، كنت عالقة هناك، ماذا تفعلين؟ أبحث عن وجبة خفيفة. مجدداً، أعطيني هذا، سأصنع لك شيئاً. سأخلي بعض المساحة، سأحتاج إلى هذا الصحن. سأكتب رسالة على الخبز، سأكتب شيئاً ذو معنى. هذا ممتاز، ما الخطوة التالية؟ وجدتها. سأسحق هذا الخبز إلى فتات، ثم سأغطيه بالكاتشب. يبدو هذا رائعاً. سأضيف خفاشاً صغيراً ولطيفاً. والعناكب ممتعة دائماً، لا يمكن الاكتفاء من الحشرات أبداً. كنت أعرف أن هذه الأعضاء البشرية ستكون مفيدة. وأخيراً، شاهدي القبر هذا، هذه هي الوجبة، تجعلني أشعر بالجوع. ما رأيك يا عزيزتي؟ تبدو لذيذة. شهية. سأتذوقها أيضاً. لقد تجاوزنا هذا بالفعل، إنه هكذا. ثم جربي ذلك باستخدام كلا الذراعين. أحسنت يا عزيزتي، لنجربها على أرض الواقع. واو، إنها تفعل ذلك بسهولة. أنت بارعة يا أمي، ليتني أستطيع الطيران مثلك. أنت مذهلة، يمكنني مشاهدتك طوال اليوم. أنت لطيفة جداً. حسناً، ها نحن ذا، أستطيع أن أفعل هذا. أنجح الآن. هيا، لنتظاهر بأن ذلك لم يحدث. هذه المرة. توقفي، توقفي فقط. أنا أبذل قصارى جهدي يا أمي. مرة أخرى. أعرف ما علي فعله. ماذا تفعلين؟ القليل من التسوق. واو، كان ذلك سريعاً. هذا مثير للغاية. سوف يساعدك هذا بالتأكيد. واو، هذا جميل جداً. أجنحتي التدريبية الأولى. لقد كبرت ابنتي الصغيرة. واو، لقد تأثرت. أنا أحلق، لا يمكن لشيء أن يوقفني الآن. أشعر بأنني حية. أحسنت صنعاً يا ابنتي. الفضل كله لك يا أمي. هذه هي ابنتي. اهدأ يا بيكاتشو، ليتني أستطيع الطيران. يمكن للمرء أن يحلم. هل أنت بخير يا حبيبتي؟ أريد أن أطير. كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي. صعدي على الكرسي، سأعلمك. حركي ذراعيك بهذه الطريقة. أستطيع فعل ذلك. أنت بحاجة إلى الاسترخاء. هل أنت بخير؟ ليس لدي اللياقة التي كنت أملكها في مرحلة الشباب. انطلقي. ها أنا دا. كان علي توقع ذلك. سقطت على وجهي. على الأقل لم تتعرضي للإصابة. ماذا سنفعل؟ انتظري قليلاً، انظري إلى قطعة الكرتون القديمة هذا. هل تفكرين فيما أفكر فيه؟ هل يجب أن أذهب إلى غرفة الطوارئ؟ صنعت لك أجنحة، ها أنت ذا. هل فعلت ذلك من أجلي؟ ستساعدك على الطيران، جربيها. لقد منحتيني السعادة يا أمي. أنا أفعل ذلك يا أمي، أنا أطير. إنه أروع يوم في حياتي. يا له من منظر. لقد كبرت بسرعة. أشعر بالشوق إليها بالفعل. أنا وأنت فقط يا بيكاتشو. شيحة، مرحى. كم أحب عصير الدماء، إنه نوعي المفضل. لقد جرحت إصبعي. دماء طازجة. يا للهول. كم أنا جائع، أحتاج الطعام. كيف الحال؟ هذا، ماذا تريد؟ لا تتحرك. لا، تراجع، أريد أمي. أعطونا ابتسامة كبيرة. لدي هذه الضمادة لطيفة، تفضلي. هل تشعرين بتحسن؟ ما الذي يحدث؟
حان وقت الاستراحة. ماذا؟ خفاش؟ أين هو؟ ريلي؟ أسرع قليلاً. ماذا؟ أظن أنني أفرط في شرب القهوة. أين الثوم؟ استرخي، نحتاج لمساعدتك فقط، لأننا سنجيب طفلاً. عزيزي، أظن أنني سألد الآن. ماذا؟ لا أشعر أنني بخير. ما الذي يحدث؟ اتبعيني. أولا، لا تجزعي، تنفسي فحسب. حسناً، يبدو هذا سهلاً. سألقي نظرة فحسب. هذا مرعب. أيها طبيب، هل تسمعني؟ هل هذا طبيعي؟ لن أقترب من ذلك شيء، أترون؟ توجهوا إلى محطات الهلع. لكن يجب أن ألتقط صورة لهذا الشيء. ماذا يجب أن أفعل؟ ماذا سأفعل؟ لا تسألني، فأنت الطبيب. هون عليكم فحسب. لم أرى شيئاً كهذا من قبل. يجب أن تساعدوني. أنا خائف، عانقيني. ماذا؟ ماذا حدث؟ هل نظرتم هنا؟ فيو، يساعدني أن الولادة انتهت. هل فاتني أي شيء؟ انظر يا عزيزي، هذا لا يصدق. أحسنتم عملاً يا زملاء. حسناً، هل أكتب أن المولود صبي أم فتاة أم خفاش؟ لقد ورثت عيني. سأبيع هذه الصور وسأصبح ثرياً. بربكم، لم أشعر بهذه السعادة من قبل. ابتسمي. أكره سن أنيابي، فالأمر يمنحني شعوراً غريباً، لكنه أمر لا بد منه. هل أخفتك؟ ماذا تريدين؟ لقد اخترت أزيائي بنفسي، أليس أنيقتني للغاية؟ يرتدي مصاص الدماء اللون الأسود. مهلاً، هل هذا تاج؟ الإكسسوارات مهمة للغاية. تظاهر بأنك لم ترى ذلك، فأنا مصاصة دماء بنسبة 100%. تحكم على ذلك بنفسي. أين أنا؟ هذا هو أصعب اختبار يعرفه مصاص الدماء. أنا لم أدرس. مهلاً، هل هذه مرآة؟ مصاص الدماء الحقيقي يكره الضوء. يا للهول، أبعده عني. لقد أصابني الضوء. هذا مضحك نوعاً ما. لا، ليس كذلك، لنجرب شيئاً آخر. حسناً، شاهدي الورقة وهي ترتفع في الهواء. أنا أتحكم فيها بعقلي. هذه هي قوة مصاص الدماء. يا لها من خدعة سحرية متقنة. حان دورك. يمكنني فعلها. طيري أيتها الورقة. ها أنا أفعلها. انظر إليها تطير. لحظة واحدة، كيف؟ ربما استهنت بقدراتها. يجب أن لا يرى الحبل، فهو ليس الوحيد الذي يمكنه تقديم خدع رائعة. من الأفضل أن أتصرف بهدوء. هذا كل شيء؟ لم ينتهي الأمر، شاهدي هذه الحركة. واو، أنت مقلوب رأسا على عقب، كيف لا تشعر بالدوار؟ أنا مصاص دماء، هذا هو ما نفعله، وهذه طبيعتنا. حان دورك. أتريد مني فعل ذلك؟ لا مشكلة، أمهلي دقيقة فحسب. أنا أنتظر. لا يحدث هذا عادة. انتظري لحظة. أنت لست مصاصة دماء، وهذا يشعرني بالغضب. لا يبدو هذا جيدا، ليس هناك سوى حل واحد. يا للهول. فيو، أنا سعيدة لأنني أحمل الثوم معي، يجب أن أغادر. كم هذا حماسي، هذه غرفتي. أين التابوت؟ تفضل بالجلوس، سأعود على الفور. هذا كابوس، الغرفة زاهية للغاية. يا للهول. تراجع أيها الوحش. صحيح، ليس من مصلحتك أن تعبث معي، تعال إلى هنا. إنها عائدة. أتمنى أن تكون من محبي التفاح. أشكرك، أتريدينني أن أكلها؟ لذيذة. نابي. أنا أتألم بشدة، الألم فظيع جدا. أنا في غاية الأسف. لماذا؟ لماذا فعلني ذلك؟ تصرفي. لا تقلق، سأتصل بالطبيبة. هيا، مرحبا، نحتاج مساعدتك. ينتابني شعور سيء حيال هذا الأمر. الضوء ساطع، أطفئيه. طاقتي تخبو. لا، تراجعي، لا تذيني. مرحبا،
مرحباً. افتح فمك، لن تشعر بالألم. أتعدينني بذلك؟ أنا أعرف ما أفعله. هذا جيد. يا للهول، لقد غيرت رأيي. لا تكن سخيفاً. ها هي الخطوة الأخيرة، لقد انتهينا. علينا الآن تنظيف أنيابك وستلمع بكل تأكيد. يبدو هذا جيداً. لا، استخدمي أي شيء باستثناء ذلك. اثبت مكانك. في الواقع أشعر بالدغدغة نوعاً ما. ما أجمل هذا العنق، كم هو عصاري. يجب أن أقاوم، لكن شكله مثالي. يا للروعة، ابتسم. ما رأيك في هذه؟ انظر لتحكم بنفسك. هذا جيد. أنت فنانة في استخدام فرشاة الأسنان. سيكون من المؤسف تغطيتها بالدماء. يساعدني أنها أعجبتك. وجبتي تغادر المكان، عودي إلى هنا. عامل سعيد آخر. ماذا تريد الآن؟ أريد مص دمائك. مرحبا، ما الأخبار هنا؟ مرحبا، لقد انتهينا للتو. لقد ألمني ذلك بشدة. لا، فمي. كم هذا محرج. يا له من يوم منهك، تسعدني العودة إلى المنزل. لا ينتهي عمل مصاص دماء مطلقا. عيد ميلادي سعيد. ماذا؟ هل تذكرتم عيد ميلادي؟ بالطبع. لم يكن عليكم تكبد كل هذا العناء. أنا جاد وبكل أمانة. أكره هذا. أحب هذه الأغنية. ما رأيكم في هذه الحركات؟ هذا رائع. هل اشتريتم لي كعكة؟ تمنى أمنية. ضوء الشمس. ربما كان هذا خطأ. لا يهم، لقد كان مملاً على كل حال. ما يزال بإمكاننا الاستمتاع بوقتنا. كم أحب النقانق. تناولت واحدة وتبقى الكثير. أمسكت بك. عجل. إنها لذيذة جدا. سأخذ هذه القطعة. لا أعتقد ذلك. هل تودين أن تقاتليني عليها؟ حسنا، لن يتسع هذا المطبخ لنا نحن الاثنتان، ولن أشاركك نقانقي. استعدي، تأهبي. لن تجرؤي. هل ستجرؤين؟ أنا مستعدة لهذا. لا أحد يتجرأ أبدا على إغضابي. شاهدي تلك الغلاية هناك. بدأ القتال. اسحبي سلاحك. أبعدي شوكتك من هنا. لكني رأيتها أولا. أعطيني إياها. ابتعدي. ماذا؟ حسنا، انطفح الكيل. ماذا قلت بشأن قذف النقانق؟ لمن هذا؟ من تلقي النقانق هنا؟ مرحبا، كانت هي. مستحيل. توقفي. بدلا من القتال، لما لا تتشاركان؟ هل تريان؟ شرائح بحجم مثالي. واو، لا يمكننا نسيان الكاتشب. وأعلم المكان المناسب له. ها نحن ذا. هل أنتما سعيدتان الآن؟ حسنا، أعتقد أن بإمكاننا المشاركة. أجل، لنؤدي رقصة الغموس. يسرني أنكما تتفقان معنا. أراكما لاحقاً. أجل، لم أصل لهذا المستوى من قبل. للي؟ ماذا؟ وضعية جلوسك. حسناً يا أمي. هل كان ذلك صعباً؟ أجل، ما زلت أجلس بشكل مستقيم. ما زلت أفعل ذلك. أجل، هذا ما كنت أفكر فيه. بالتأكيد. أجل. هل تجلس بشكل مستقيم؟ يبدو أن ذلك لم يحدث. للي؟ أمي؟ اجلسي بشكل مستقيم. هيا. على أي حال. أنا متعبة للغاية. للي؟ ما الأمر؟ ماذا تظنين؟ اجلسي مستقيمة. شكرا لك. لا يهم، ليست الرياضيات سيئة للغاية اليوم، لكنها ما زالت مرهقة. ليلي، أنت! هل أنت جادة يا أمي؟ تلك الوضعية سيئة. حسناً، هل هذا أفضل؟ أفضل كثيراً.
إنها ترفض الاستسلام. لالي؟ ماذا؟ اجلسي وظهرك مستقيم. هل أنت جادة يا أمي؟ ما الأمر؟ الفطور جاهز. أو رائع، حبوب الفطور إنها المفضلة لدي. حقاً؟ كنت أفكر أن بإمكاننا إشراكك في تمرين كرة القدم في هذه العطلة الصيفية. حقاً؟ لا أعرف لما لا تستمعين إلي. افرضي كتفيك هكذا. هل ترين؟ هذا أفضل كثير. لالي، اجلسي باستقامة. تعاوني معي. أمي، اتركيني وشأني. حسناً، هيا لننطلق. كيف تفعلين هذا؟ ليس هذا أمراً ساراً. على أي حال، لابد أنك تمازحينني. عزيزتي ليلي، إن لم يكن بإمكاني تذكيرك بأن تجلسي باستقامة فهذا سيذكرك. نثبته على الطاولة ونضع ذقنك هنا، أليس هذا أفضل كثيراً؟ واو، شاهدوا هذا، ملاهٍ مليئة بالماء، أراهن أنها تبدو أكثر جمالاً في الواقع. بها الكثير من الزلاقات والألعاب المائية، أراهن على أنني سأنزلق بسرعة كبيرة، ستكون هذه أفضل زلاقة. حسناً، تبدو هذه رائعة، سأريها لأمي. أمي، مرحباً، هل من أحد يسمعني؟ هو ما الأمر يا عزيزتي؟ ما هذا؟ زلاقة مائية؟ إنها جميلة يا عزيزتي، فتاتي الصغيرة. هل تستمع حتى إلي؟ تعالي معي. عليك أن تري هذا بنفسك، انظري. هل تودين الذهاب إليها؟ أرجوك. حسناً، لكن هذا ثمن باهظ للعب في الماء. مهلاً، دعيني أرى ما لدي هنا. بضع دولارات؟ حسناً، لا أعتقد أننا سنحصل على شيء مقابل هذا. حقاً؟ ينقصني المال هذه الأيام، لكن ربما يمكننا فعل شيء هنا. هذا المكان مليء بأغراض كثيرة، إنه مثالي. ما هذا؟ جميل، ويوجد تخفيضات على كل هذا، فلتنالي هذا أيتها الملاهي المائية البايضة. سنفعل هذا على طريقتي. سأخذ هذه الأغراض فحسب رجاءً. حسناً، الإجمالي هو 7 دولارات. تفضلي. فلتحظي بيوم جيد. ليبدأ اللعب في الماء. هذه الفوهة ممتعة للغاية، وهذه كذلك. وقت الاستحمام، بل وقت الاحتفال. ينقصني عنصر جوهري. جميل، لكن لا جدوى منه دون فقاعات، والكثير منها. حسناً، يبدو هذا جميلاً. هل تود الغطس فيه؟ استمتع بالسباحة أيها الصغير، لا تقلق، فالمياه دافئة. لنضيف كل شيء في الداخل. هيا اذهبوا، وإن أردتم أن تحظوا بوقت ممتع فسيساعدكم هذا الصغير. أليس هذا مذهلاً؟ وكل هذا ب7 دولارات. أوليفيا؟ ماذا؟ مستحيل، إنها تبدو كملاهي مائية هنا. لما لا تنزلين في الحوض؟ بالتأكيد يا أمي، احذري من تناثر الماء. يمكنني التحكم في تدفق الماء، وشاهدوا كل هذه الفقاعات. إنها الملاهي المائية الخاصة بك يا أوليفيا. والآن هل أبدأ العمل؟ مرحباً، أجل، لدي هذا جاهز لأجلك. أجل بالطبع. أجل. كيف حالك يا أمي؟ اذهبي. على أي حال، إذن؟ إنها ترفض اللعب معي. مرحباً، أحبك يا أمي. مهلاً، انتظري. ليس هذا عادلاً. حسناً، إذن أجل، أنت محق.
حسناً، في الواقع أنا آسفة بشأن هذا. مهلاً أمي، انظروا إلى هذا، إنها ناعمة جداً. إنها تدغدغ، أليس كذلك يا أمي؟ ماذا تفعلي بالأسفل؟ توقفي. على أي حال تفضلي. هاتف أمي. كما كنت أقول، هذا الهاتف مذهل. يا للأسف، هيا لنلعب. أجل، إنني أستمع. لحظة واحدة، أتمنى أن أعثر على شيء هنا. أجل، أنا آسفة. انظروا إلى هذا. إن نظرت في المستند. أجل، وصل الذهاب. أجل، حسناً، أمهلني لحظة. أجل، والآن اخرجي. آسفة بشأن ذلك أيها الفريق. يا إلهي، كان هذا محرجاً جداً. يفاجئني أن كيساً واحداً يتسع لكل هذا. إنه طازج جداً، لكنه يسرب في كل مكان. حسناً، هذا أمر وارد الحدوث. هذه فوضى أخرى علي الاهتمام بها. فلتمسك به. مرحباً يا شيريل. أجل، اضربيهم حيث يتألمون. انتبهي كيف تفعلين كل هذا في الوقت نفسه. ليتها تستخدم مهاراتها في تعدد المهام في شيء مفيد، أو ربما لا. دعوني أفكر بشأن هذا. أجل، هذا صحيح، أعتقد أن لدي الفكرة المثالية. سأبدأ العمل بينما تلعب. أحتاج إلى ملصق، مقاس مثالي. ابقى بالأسفل، اتفقنا؟ هل ما زلت تلعبين يا شيريل؟ أو ربما لا. مهلا، أنا شكرا، سأحضر ركوبا آخر. إذن كان ذلك وقحا بالتأكيد. ما هذا أسفل الكوب؟ أعتقد أن ما زال بإمكاني صب الماء. توجد طريقة واحدة لمعرفة هذا. أهلا، إنه يتغير. قطة صغيرة لطيفة مذهلة. علي أن أريها لأبي. أبي، انظر من في كوب الماء خاصتي. إنها جميلة جدا. حسنا، لم أمعن التفكير في هذا. حسناً، أعتقد أننا حصلنا على كل شيء. هل أنت مستعدة؟ هذه اللحظة المهمة يا سبيدي. سنعرف من يمكنه الركض بسرعة أكبر. سوف أهزمك. استعدي، انطلقي. هذا سهل للغاية. الحقي بي إن كنت تستطيعين. هيا يا سبيدي، أسرعي. أشعر بالدوار. أوتش سبيدي، كلا، سوف أخسر. هل أنت بخير يا عزيزتي؟ لقد أديت ركبتي. ستعالج أمك الأمر، لدي ضمادة. إنها تلسع، لا أحب هذا يا أمي، إنها مملة. لابد أن هناك شيئا يمكنني فعله. أنا أعلم ما علي فعله. هيا يا سبيدي، ماذا قلت؟ هذه فكرة رائعة. اجعل الضمادات أكثر مرحاً بهذه النصيحة. ارسم على الضمادة بقلم جاف. ارسم شخصيتك المفضلة أو حيوانك الأليف، وأضف الطلاء للتلوين. تبدو لطيفة. تبدو هذه السلحفاة مألوفة. انظري إلى ما لدي. لنجرب هذا مجدداً. ما رأيك يا عزيزتي؟ أحببتها يا أمي. أظن أن كل الإصابات والكدمات مغطاة. أظن أن عليك أن تكوني أكثر حذراً. ربما عليك ترك سباقات لسبيدي. مرحباً يا عزيزتي، أنا أصنع بعض المخبوزات. رباه، يا لها من رسمة جميلة. إنها سمكة، انظري، إنها تسبح. إنها جميلة يا عزيزتي. لا كعك لك الآن، انظري إلى يدك. أمي، واحدة فقط. لا بأس، لا أحتاج إلى استخدام يدي. كلا، أريد كعكة، هذا ليس عدلا. يكفي هذا أيتها الشابة، تعالي معي لننظف يديك. كلا، أريد الكعك.
طفح الكيل، تعالي إلى هنا. أنا لست سعيدة بشأن هذا. من الأفضل أن أحصل على الكعك بعد هذا. سعيدة، انظري، إنني أغسل يدي. هذا ما تريدينه، أليس كذلك؟ أحتاج إلى المزيد من الصابون. هذا ليس مضحكاً يا أشلي، لكني أنظف الطلاء. يمكنني فعل هذا طوال اليوم. يمكنني الانتظار طوال اليوم. حقاً؟ ها قد انتهيت. كلا، هذا ليس صائباً. حسناً، خذي نفساً عميقاً. ماذا سأفعل؟ مهلاً؟ أظنني وجدتها. ابدأوا بقالب هلام، ضعوا ألعاباً في كل جزء من القالب. املأوا وعاءً بقاعدة صابون شفافة، ثم اسكبوه في القالب. تأكدوا من تغطية الألعاب تماماً. املأوا كل جزء بقاعدة صابون واتركوها لتجف. انزعوا الصابون من القالب، مما سيجعل التنظيف ممتعاً. أشلي، يمكن أن تكون هذه لعبتك. عليك غسل يدك بشكل مناسب. رائع، أريد الحصول على هذه اللعبة. يبدو أن حيلتي تنجح. كدت أن تهيأ أمي. انظري، يداي نظيفتان. أحسنت يا عزيزتي، لنحصل على بعض الكعك. حقا رائع. هذه اللعبة رائعة. ماذا حدث؟ الشاشة سوداء. طاقة منخفضة. كلا، ليس الآن. أمي، يجب أن تساعديني. ما الخطوة يا عزيزتي؟ نفضت طاقة هاتفي، ليس لدي شاحن. لماذا تحدث المتاعب للأشخاص الصالحين؟ ابدأي يا عزيزتي، لا بأس. لابد أن لدي بعض الحلوى في حقيبتي. ما رأيك في تناول بعض الحلوى؟ لذيذة، ألديك المزيد؟ كانت تلك آخر واحدة. الحياة غير عادلة. انظري إلى ما وجدت. لست قطة يا أمي. لماذا يحدث هذا؟ ماذا لدي أيضاً؟ إن أعطيتك المال، فهل سيحسن هذا الأمر؟ سوف يساعد. صنعت طائرة ورقية. أشلي، كانت تلك آخر نقود لدي. لا يهم يا أمي، امسكي هذا. ما خطب هذا؟ أشلي، توقفي. ما هذا؟ ما هذا؟ أشلي، من فضلك، علي إصلاح هذا. يبدو ممتعاً. هذه المريضة مستعدة. ماذا كان ذلك؟ إنني أرسم صورة يا أمي. أنا محرج جداً. مهلاً، يمنحني هذا فكرة. ضعوا هواتفكم على سطح مسطح، وضعوا عليه بطاقة ملونة، ثم ألصقوا بعض البلاستيك الشفاف على الهاتف. املأوا البلاستيك بالغراء. ثم انشروه. أغلقوا البلاستيك لتمنعوا تسرب الغراء. إنه كلوحة رسم صغيرة. إنها طريقة رائعة لقضاء الوقت. هذا ممتع جداً. دعيني أرى. أتودين تجربته؟ أنت محقة، هذا ممتع للغاية. رائع، أحببته. شكراً يا أمي. يمكنني أن أرتاح أخيراً. هذا الأنبوب المتحرك مرن للغاية. صنعت دائرة. ما هذا؟ مصاصة، إنها لذيذة. إنه يوم حظي. يونغ، أعطني إياها. كلا، أنا أريدها. أنا من وجدها. كتو، انظري إلى ما فعلت. حصلت عليها. نانا، يمكنك الاحتفاظ بها. إنها متسقة للغاية. مصاصتي. هذا خطأك. ماذا حدث؟ أفسدت إيفا مصاصتي. هذا كل ما في الأمر؟ دعيني أراها. إنه خطأ إيفا. يمكنني إصلاح الأمر؟ قد يكون هذا مفيداً. لدي شيء من أجلك. ما هذا؟ إنه حامل لمصاصتك. لن تتسخ بعد الآن. ولدي واحدة لإيفا أيضاً.
رائع، هذا مذهل. سأحفظ هذه لوقت لاحق. سأحفظ هذه لوقت لاحق. إنه ينجح. أشلي انظري، إنها على الأرض ولم تتسخ. أعلم إنها فكرة مذهلة. يسرني أنها أعجبتكما. وعاء الحلوى فارغ، علي ملؤه. والآن سأخبئه من أشلي. هذا الرف مكان جيد، لن تجده هنا أبداً. أمي والآن فرصتي. هذا ما تظنه هي، لا يمكنني الوصول إليه. علي تجربة طريقة أخرى. وجدتها، سيساعدني هذا الكرسي على الارتفاع. اقتربت كثيرا. حصلت عليه. أو لا، لا. أوتش. على الأقل حصلت على الحلوى، كان الأمر يستحق. ماذا تظنين نفسك فاعلة؟ مرحبا يا أمي. لقد خيبت أملي يا أشلي. علي التفكير بشكل مختلف. أين أخبئ الحلوى؟ مهلا اللحظة. أشلي تكره الخضروات. لدي فكرة. سأفرغ كيس الخضروات هذا وسأملأه بالحلوى. لن تبحث أشلي هنا أبدا. يا لها من طماطم كثيرة العصارة، ستكون رائعة في سلطتي. مرحبا يا أشلي. فارغ، أين الحلوى؟ هل أنت جادة؟ ما رأيك في بعض الخضروات اللذيذة؟ هذا مقزز. لقد حاولت. أعتقد أنني أستحق شوكولاتة. لذيذة. حسناً، أدخل. التالي، هيا. أكره الانتظار. أمسكي هذا، سأخيفهم حتى ندخل سريعاً. حقاً؟ استعدي لسماع الصرخات المخيفة. ماذا؟ يا له من مصاص دماء لطيف. أريد معانقته، لكنني أشرب الدماء. ما رأيك في إخافتهم بنفسك؟ هيا سأريك كيف يكون ذلك. مصاصة دماء، هربوا. أريد دماءكم. والآن حصلنا على المقاعد الأمامية. لا تؤذينا. لنذهب. نجحنا بجدارة. تبدون لطيفين للغاية وأنتم خائفون. الكثير من الدماء. لا تنظري خلف الباب. لماذا اخترت مشاهدة فيلم رعب؟ أنا لا أنتظر ضيوفنا. حسناً، أنا مسلحة ومستعدة. سأكتفي بتعليق هذه فوق الباب. لن يتمكن مصاص الدماء من الدخول. بهدوء، أتريدين أن تسمعنا؟ جيد، إنها ليست منتبهة. انظري إلى لحمها الطازج. ها أنا قادم. انتظرني. توم؟ ماذا؟ ألن تأتي؟ لقد تفاديت هذا. سأنال منك. إذن سأحصل على حصة أكبر من الدم. إنها لا تعرف حتى أنني هنا. هل هذا ثوم هناك أيضاً؟ أخرجوني من هنا. لقد نجحت هذه الحيلة بالفعل. علي شراء مزيد من هذا الثوم. الجماجم البشر مؤلمة. كن لطيفاً سيدي. أنت مهووس بالبشر.
أما أنا هوسي هو التسوق. أوه، هذا التابوت رائع. والآن سأنتظر حتى يصل. هل وصل بتلك السرعة؟ سأعود في الحال. أنا قادمة، سيكون رائعاً بالتأكيد. إنه أكبر مما توقعت. وإنه ثقيل للغاية. هيا، كدت أصل. أوف، انظر إلي، إنه مليء بخيوط العناكب كما لو أنها هدية عيد ميلادي. ماذا تتوقعين أن نجد بداخله؟ لنرى. إنه واسع للغاية ومبطن بالحرير الفاخر. إنه رائع حقاً. واو، أتظنين أنه يتسع لي أيضاً؟ أرجوك. أيها الصبي الجميل، يمكنك دخوله بدقيقة واحدة. واو، هذا المكان قاتم ورائع جداً. الأشجار ميتة مثلي. يبدو هذا المكان رائعاً. لم أحضر حفلة منذ مئات السنين، لكن ما زلت أتذكر كيف أرقص. هيا بنا. قياس الطول. أنا طويلة، أترين؟ طولك جيد، يمكنك الدخول. إنه دورك أيها الصغير. أنا هنا بصحبتها. كلا، يجب قياس طولك. لست بذلك القصار. حسناً. كلا، أنت قصير للغاية. مستحيل. انصرف من هنا. ألن يسمحوا لي بالدخول؟ أعرف ما علي فعله. هذه ستجعل طولي مناسباً. سألف الجورب بهذا الشكل وأضعه هكذا داخل الحذاء. سيمنحني طولاً إضافياً بالتأكيد. رائع، أنا جاهز الآن. سأحاول مرة أخرى. ما رأيك بهذا الطول؟ نعم، كنت واثقاً من نجاح هذه الخدعة. حان وقت الحفلة. كان ذلك غريباً. هل أعجبتكم هذه الأفكار الإبداعية التربوية الرائعة؟ شاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا الاشتراك حتى لا يفوتكم الكثير من المرح.